عنابر ايه عنابر ايه قل اسمع ايه الحاضر واللي غايب والنايب صحصحوه الغرباء والحبايب والهايب نبهوه خارج للنور شحاته فارس من ظهر ابوه كفاره وفرقت كفاره وفرقت كفاره وفرقت يا شحاته قد اذنوا نونو تتدانا. والله يا شحاته انت اغرب مسجون قابلته في حياتي. معقوله تبقى خارج من السجن وعايز تحلق دماغك زيرو؟ بقول لك يا صمويل عايزك تحلق لشحاته. حصان فتحي قال لي خلص الطابور ده الاول. اسمع الكلام يا صمويل، شحاته اول هو خارج من السجن. حاضر يا حصان، قوم يا ابني. وانا اللي هدب اول مكنه. هات دقيت الوشم ده فين؟ هنا كله بحسابه. طب عايز ادق وشم انا كمان. اوديك تدق وريني. حاسب اتعوره. خرب بيتك دي ماسكه راس دي. مش باقي مني غير شويه ضيف عيني، انا هديهم لكم وامشي بصبري في الملكوت، يمكن في نورهم تلمحي خطوه تفرق معاك بين الحياه والموت. احتلال الأمريكي للعراق انسحابا تدريجيا بعد احتلال دام ما يقارب العشرة أعوام، ومن المنتظر أن تستمر عملية الانسحاب 3 أشهر حسب ما أعلنه البنتاغون في جدول الزمن. ترحل القسم التابع له ويتم الإفراج عنه بعد إتمام الإجراءات. وصلت أزمة الغذاء والبطالة في مصر إلى درجة وصفها المراقبون الخطيرة بأنها تنذر بكارثة إنسانية، وذلك وسط مخاوف دولية من تفاقم هذه الأزمة مما يهدد أمن واستقرار المنطقة. اهو جه اهو جه. مش باقي مني غير شويه قوة في ردي حزمي عليهم وانت بتخطي. يا فندم ابراهيم المركزيه، يا فندم ابراهيم المركزيه، الاهالي هاجمين على قطر القمح بيوقفوه. مش باقي مني غير شويه ضيف عيني، انا مش عايزه. لو كنت يوم هلمحك وانت بتوطي في معركة ما فيهاش ولا طيارة ولا جيش، وانت في طابور العيش بتبوس ايد الزمان ينولك لقمة، بتبوس ايد الزمان ينولك لقمة من حقك المشروع. مش باقي مني غير شهقة في نفس مقطوع، وانا صوتي مش مسموع يا حلمنا الموجوع من المرور ممنوع، وانا صوتي مش مسموع يا حلمنا الموجوع من المرور ممنوع. مستني لما يمر موكب سلاطينك، مستني لما يمر موكب سلاطينك، ومش باقي مني غير شوية قوة بشروقك، على شوية رحمة من دينك، على شوية صبر من دينك. هو ايه اللي بيحصل ده؟ مش باقي مني غير شوية لحم في كتافي، بلشت بعطر في البحر. ومش باقي مني غير شوية لحم في كتافي، بلشت حرق في قطر الصعيد في العين. حرام قال وزوريني مرة.
وبرضو ما قدرش يرميكي واباهم. يمكن في مرة تطلبيني شهيد، هحتاج يوميها الدم، هحتاج يوميها الدم يمضي على شهادتي. رفاعي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رفاعي، مرتي بتولد من امبارح والعيل محشور فيها والدايه بتقول عايزين حقن الطالق. عندك؟ عندي ان شاء الله، ما تقلقش. طب يلا شاهد. جاهز جاهز. ايه العربيات دي؟ العربيات حكومه، تلقاهم جايين يقبضوا على حد تاني، بقى لهم اسبوعين عاملين زي المسعير، عمال يقبضوا على العالم. انا مش حد عندكم في مصر قبض عليه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ انا جاي ولد المره. حتبقى متجوز في مصر وتجيب مره تولد هنا؟ انا عاوز العائل يبقى مواليد الصعيد. طب على مهلك شويه حجاج، على مهلك شويه نضارها تقع. الحقني يا حجاج، النار قايده في جسمي. انا جيت اهو. يا رب يا ساتر. شد حيلكم مار، شد حيلك انت ودي الحفنه. خلص الولي هتروح منك. سعد عايز بسم الله الشافي. شد حيلك، شد حيلك بسم الله. مبروك يا حجاجك، ولا اسمر زي امه. راجل ان شاء الله. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خلصت. خلاص يا حجاج. خلصت ده ايه؟ هتقومي بالسلامة إن شاء الله. سايق عليك النبي، تخلي بالك عليه. بياتي. بلدين بيقولوا قتلوا الرئيس. رئيس مين؟ هما مين اللي قتلوه؟ أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه حظر التجوال من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا، وتهيب بالسادة المواطنين الالتزام بهذا القرار والوصول إلى منازلهم قبل موعد الحظر. كما أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنع المسيرات والتجمعات منعا باتا أيا كان هدفها قبل وبعد موعد حظر التجوال. حكومة ايه يا واد؟ انت مين يا جدع انت ورايح فين؟ انا مين ده ايه؟ انا الجنايني بتاع البيت. انت حجاج؟ ايوه حجاج. حظك يا عم هتبرطع في الفيلا انت وعيالك. برطع. الحكومة خلت الدكتور مؤنس، محدش عارف هيخرج امتى. ان شاء الله يطلعوه بسرعة زي ما عملوا معاه قبل سابق. يلا يا واد. المرة دي مش زي كل مرة. ده الرئيس اتقتل وباين ليه يدي فيها. مين اللي انت شايله ده يا واد؟ ده شحاتة اخوك. اللي هيبوس شحاتة هديله كراميل. خد. جدع نجاح. هي ام شحاته ما جاتش معاك ليه يابا؟ سافرت. زي امنا؟ سكاكين العرب اتقطع في جتتي. يا ناري لو عارف مكانها اروح اقتلها، ما عايز شعارها يطول عيالها. يا شطا يا جوافه طلع عليك. لا 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 واقف هنا يا ريس، عاوز انزل ورا. قرب يا بلدي ده، قرب ودوك. اتفضل يا ست. انا والشيف. شكرا. الحمد لله على السلامه يا دكتور. محتاج اي خدمه يا دكتور؟ شكرا يا متر. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا دكتور. ازيك يا حجاج؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. ازيك؟ اتفضل اتفضل يا دكتور. يا الف نهار ابيض. عاوز ادخل من هنا علشان اسلم على الاولاد. يا سلام، اتفضل يا اهلا وسهلا. ايه اللي انت عامله ده يا حجاج؟ هقول لك يا دكتور، اتفضل.
انا لقيت الشاجر رامي طرح كتير السنه دي بالصلاه على النبي، وزعت اللي انت بتفرجه كل سنه على الغلابه، لقيت فضل كتير برضه، قلت ابيعه، اقل له اعرف اصرف منه على الشغالين. خير ما عملت يا حجاج. يا ترى المولود الجديد ولد ولا بنت؟ شحاته شحاته يا طالب، هات اخوك يا واد. تعالى يا بت، تعالى يا واد سلم على الدكتور. تعالى يا بت. ازيك يا سالم؟ ازيك يا نجاح؟ سلم على الدكتور يا واد. ازيك يا طالب؟ آه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. امال امه فين؟ ما تنزل تتمشى شويه بدل حبستك في البيت دي، ولا خدت على الحبس يا؟ انا اكبر منك بعشر سنين، لما تبقى قدي هتقعد قعدتي. اكبر مني بقى مرتين، انا هنا ما بتكلل بيه ابوك بيقعد مع مصطفى باشا النحاس في الجنينه دي. محمد حسني مبارك يؤدي اليمين الدستوريه امام مجلس الشعب وسط تفاؤل عربي وعالمي اثر تصريحات لسيادته بضروره القضاء على الفساد وحق تداول السلطه والا تزيد مده الرئيس عن فتره. انا ما عارفش ليه يا دكتور مش بتبعت لولدك في امريكا تقول له تعالى يا واد حجاوز يجيب لك عيال تقعد في وسطيها بدل قعدتك محصور. خد كل بالهنا والشفا. محمود بانه استحلى القعده في امريكا، ولو رجع، لو يعني، هيطردك انت وعيالك، ومش بعيد يطردني معاك انا كمان. اديله البزازه يا بيت يا نجاح. انت ليه سميته شحاته يا حجاج؟ عشان شحته من ربنا شحاته يا بيه. طيب يا ابو شحاته تعالى، علشان خاطر شحاته انا هدي لك حته الارض اللي في ركن الجنينه هناك دي، تبني لك عليها اوضه كمان ليك ولعيالك، المكان ده عليهم. انت مخك خاف، عايز ولدك لما يرجع يولع فيا انا والعيال. وكمان تاخد مكان البرجوله دي تبني عليه دكان صغير اهو، تبيع فيه الفاكهه اللي بتفيض عن اكلنا. ليهم حق يحبسوك والله، بس كان لازم يحبسوك في سرايه المجانين. والله اللي بيحصل حوالينا ده كله مش بعيد عن الجنان، الله يسامحه بقى. اللي عمله في البلد لا يمكن هنخرج منه ولا بعد 100 سنه. يا مين يعيش يا دكتور؟ شفت يا وش السعد؟ اشمعنى سميت الدكان باسمه شحاته؟ ليه ما سميتوش دكان سالم؟ وليه ما يسميوش دكان طلب؟ بالك كبير تتخانقوا على ايه؟ ده الدكتور مشحتهولنا عشان نسترزق منه، ماهوش بتاعنا. باين عليك مبروك يا واد. رقصني يا جدع. أعمالي شغب لبعض قوات الأمن المركزي. أنا اللي كسبت، أنا اللي كسبت. هات البلي بتاعي، هات البلي بتاعي. للسيطرة على المواد المطلوبة. يابا مين كده سالم؟ قوم يا شاحن للسيطرة على الموقف. غير لك ودول ما تبكيش، ما تخافش، ده أخوك بيهزر معاك يا شاحن. تعال تعال اطلع السرير. إيه ده يابا؟ ده واش؟ وين الرسمة دي؟ ده أسد، أسد أبو زيد. من أسد هو يابا؟ أنا أسد. طب البس يا أسد. يا ابن ال... أستغفر الله العظيم، اللهم إني صايم. يا واد بطلوا الهباب ده، عين واحد فيكم هتتجلع. المدفع هيضرب، ادخلوا هاتوا كوبايات عشان العرقسوس. ما بحبوش يابا. مش عشانكم، عشان الناس تكسر صيامها. يلا وانت يا طالب هات لوح ثلج وكسره. اكسر انا يابا؟ مش هتقدر يا شحاته. لا هاك. طب حط له يا طالب، حط له لوح ثلج خليه يكسره. اجمد يا شحاته. امي يا شحته وهات التلج، المدفع هيضرب. امسك يا نجاح. حاضر يا ابويا. حاضر يا ابويا. يلا يا اولاد هاتوا الكوبايات. وقف
وقف وقف وقف السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شيل يا نجاح. حاضر يا بوي. منقوم تساعد. تعال يا بوي وقف يا بوي. تعال يا خيدي. يلا يا شحتي. خش نزل اسبطون مستر اللي عمله برا. حاضر يا اخوي. بقول لك يا ابو، انا كبرت بقى وعايز اتجوز. اتجوز؟ مالك يا واد لسانك معوج ليه؟ قصدي يابا عايز اتجوز، كمل نص ديني. البنت سنها اللي شغاله عند دكتور مونس كبرت وبقت زي الفل. لا هتتجوز من بلدنا. هنروح ونجي لك احلى بنت في الصعيد كله. يابا ما طلبت منك اتجوز بيه سخط كرم، ودي بقى من الصعيد وانت رفضت. عشان شحاته اخوك متكلم عليها قبلك. وانا حجزها لك. يا جزمه يابا. هي وعبد المره شويه البنجر ده من عراف. اسم الله عليك يا اخوي. في ايه يا بنت؟ النبي جرى لك حاجه؟ مش حاجه نجاح. ما اعرفش. مالك يا جت سليمه؟ اه ماله عيل اعمى وحمار؟ حد يمسك في حديد الموز يكشخ عن حش رقبتك. اصل هو اتخرع. مش هترجل منكم كلكم. انت بتحاميله يابا على الفاضيه والمليانه، وده عيل خرع ما يستحملش قلب. تحب افرجك؟ اقطع رقبتك لو قربتك. خلاص يابا انا الغلطان، مسكت الهوا. قال لك اهو بيمسك الهوا. غيظكم بعلامه. الوحيد فيكم اللي معاه دبلون. وانتوا احسنكم يا دوب يفك الخط. بلا خط بلا كارت يا حاجي بقى. ايه ما انتش فالح غير في قله الادب. سايب مرتك وعيالك في البلد ودايره تصرمح مع الحريم. ده انت هتتشوي في نار جهنم. وريني يا واد. ها الدكتور مهندس يلا. ده خدش بسيط. ما تقلقش. صاحب اخواتك يا شحاته. سيبك من ابوك. والله العظيم بعمل كده يا دكتور، هم اللي ما عايزينش. واللي ما اجي اطلع معاهم يمشوني بعيد عنيهم. صح الركع المعون. ان كان خال الخال زين الواد وخاله يزينوا القبائل. ما تتفردش كده يا عجوز، ابوهم واحد. الركع العصب. صاحب اخواتك يا شحاته علشان ما تتعبش. متشكرين يا دكتور. يلا يا واد. حجاج اؤمر يا دكتور. لونك مخطوف يا حجاج، بطل تاكل ليه علشان صحتك. سلمها لله يا دكتور، تصبح على خير. واه يا حشمت. ابي هي لعبه اخوك حشمت. واه واه يا نجاح، مالكيش راجل تسال عليه. كل مات كلوا القطر. وانت حتكون محتاج ايه؟ ما انت ملطوع طول النهار قدام الدكان، واكل شارب نايم، واولادك براعيهم طول النهار والليل. ماشي زي اللي فيا وعايرين يا بت. بكره تعرف ان انا اللي باجي لك يا هم. تنسيش تجيبي طفح نطفحه. اتكسفت انشر دول. الواد سيد واخواته واقفين على السطح اللي قصادنا. سيد واخواته؟ بتختشي قوي يا بت. لا 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 ده انا محترمه قوي. في حاجه قوليلي. انا بستغربك قوي يا بت يا نجاح، بقى بعد كل العشره والعيال دي لسه مش طايقه علي. عامل ايه نطع؟ لا نافع رج ولا طار. يبقى لسه بتحب اخويا كرم. جاك حش بطن هو الاخر. ده انا كان ناقص احب على يده عشان يتجوزني. هو شحاته اتاخر في النوم كده ليه؟ ما تتلهفيش جاو دلوقتي يصحى. جبنا بسيرة القط. قصدك اسد. وقف يا واد وقف. امريح استعمال اقول ليه؟ وانت واقف عندك بتتفرد. وحياه امك اللي خليك تلم جزازها. سامح يا معلم كرم. وحياه بيسي. خلاص حلفت ريب الغاليه. خلاص غور يلا طريقك هالي. انا قابل يا معلم. بس دي قرصه ود بس. اتهرج يا كرم. ما هرجش. وقفنا ما زي ما انت كرم. ده انا هبعتك هناك. وانت هتعمل حاجه كده.
ضربته ليه يالا؟ لا انا مش هتكلم الا قدام الاستاذ مفيد فوزي. انت هتهزر يا روح امك. طب ممكن اضرب تليفون؟ هتكلم مين يعني؟ لا بتاع الدكرموتيه جاله من حق المواطن يضرب تليفون. طب اضرب يا اخوان. ايوه يا عيد، ادبت الدلاليب وعدبك الخياط خد منك كام؟ ليه هم كام دلابيه؟ لا يا واد عمي كده ضحك عليك في 30 جنيه، انت تروح تديبهم منه بما يرضي الله، لو ما رضيش طربق الدكان على دماغه وهاته في الجسم. انا قاعد مع البيت ظابط. لو النبي يا اخويا. واحد اسمه حجاج عايز سيادتك بره يا باشا. خليه يتفضل يا ابني. السلام عليكم يا بيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا هنعمل محضر صلح يا بيه بعد اذنك. كرم وجعران اخوات ما يستغنوش عن بعض وانا ضامن. موافق على الكلام دوت يا ابني؟ اللي تشوفه يا سعاده الباشا. علي 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 هو فين علي ده؟ باشا باشا. بسلم يا بنت منك ليها. قيام جلوس. تعالي انت. بقول لك ايه يا حاده، هو الشباك ده ما يديش يمين شويه؟ شقه ابو سرم اللي جنبنا شباكها يمين، بس هو ابو سرم مش هيرضى دخل. طب العمود ده ما يديش يمين شويه؟ ما بشمال، ما بيغور في داهيه. يعني انت يا ابو شعر حرير عبرني ورد عليا. ما تحترم نفسك. ايه انا كلمت الجناحيه اوصلك ببلاش؟ ايه يا بهايم ده؟ ما تعرفوش تسوق تركبوها ليه؟ انا ما اعرفش اسوق يا ابن الدزمه، ده انا اللي مشيت بظهر عمر اهلك ما مشول قدام. يلا ادخل روح يلا في داهيه. يا صباح الدمان، تعالي اعمل لك مفاجاه. اعمل لك فرح الناس كلها تضيف في سيرته، فرح واطي واطي يعني. احنا هنتجوز فين يا كرم؟ انا عندي مطرح بدورة مية وقدامهم فسحايا ينطيروا فيها ورا بعض. بس المطرح ده بتاعك انت واختك، انا عايزه حاجه بتاعتنا احنا. ايوه ما اختي دي لازم هتتجوز. انت ما بتشبعش من الزرع؟ ما انت ساكن في فيلا كلها شجر. مش بتاعتنا، احنا شغالين فيها بأمارة الدكان. شحاته يا شحاته الاسم بس، الدكان وكل حاجه بتاعت الدكتور مؤنس، احنا عايشين فيها عواله. نفسي ارجع بلدنا. سعيده يا رسول الله، هو في حد ساكن في حتته دلوقتي؟ مش عارف، يمكن بحس احسن في الصعيد، مع اني برضك ماليش حته هناك. الدنيا ما هي واسعه حوالينا اهي، هي ليه بقى مستقطره يبقى عندنا متر واحد يبقى بتاعنا؟ عارفه يا بنت ايه الاهم من الملك؟ ان يكون ليك حد في الدنيا تحبيه ويحبك، تخافي عليه ويخاف عليكي. يبوسك وانبسط. تلاتة بالله العظيم بحبك. الساعة خلصت يا شحاتة. يا بقرة، واحنا مجرين عجلة؟ لو حابب خد ساعة تانية. لا يا اخويا تشكر، دي القعدة هنا أغلى من السيمة. هو احنا لاقيين الفلوس؟ يلا بينا يا شحاتة. يا بيت استنى ناخد ساعة تانية. يلا بينا نتمشى في أبو بلاش أحسن. خطي حلو؟ معرفش. يبقى ما عجبكش خطي. لا بس انا معرفش اجرى، انت لازم تحرديني يعني. طب وايه يعني؟ ما انا كمان ما بعرفش اسوق. خلاص يبقى اتفقنا، انت تعلميني القرايه والكتابه وانا اعلمك الصياعه السواقه. اللي اقول لي يا كرم، ايه هو انت بتعرف ازاي كل اللي بيحصل في الفصل بتاعي؟ اصل مخاوي. طب ايه رايك بقى ان الجن بتاعك ده اونطه؟ ليه عمل ايه؟ اصل حصل حاجه في المدرسه النهارده انت ما تعرفهاش. حادث ايه؟ مدرس حاول يحط ايده على ظهري. ايه؟ بس انا ما سكتش، نفضت ايده ومحترم نفسه على طول. وعمل ايه كمان؟ معايا ولا حاجه، بس هو كده متعود يعاكس كل البنات. اسمه ايه المدرس ده؟ مسعود. واسمه ايه؟ مسعود. يطلع عين امه، هي حصلت يعاكس بنات من كد عياله؟ اسمه ايه المدرس ده؟ مسعود ده. ايه؟ بيشتغل ايه المدرس ده؟ يطلع يلا اروحك يلا يلا. هو ليه اخوك الكرم كل ما ابويا يفتح له الموضوع بتاعنا يعمل عبيط ويتهرب من قرايه الفتحه؟ بصراحه يا شحات اخويا كرم خايف، عايز يجوزني الواحد صاحب ملك. على اساس انه صاحب املاك. ما هو ده اللي بيقوله، احنا غلابه ومش ناقصين غلبه على غلبنا. هنتجوز انا هنتجوز برضا غصب عنه هنتجوز. ها يروح في 60 داهيه
يضرب دماغه في اقرب حيط، ولا نسى ابويا عمل معاه ايه؟ لا يا شحاته اخويا ما يستاهلش مني كده. المثل بيقول ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليه. اخويا كرم ما عملش كده، لما جه السيل على بلدنا شلني تحت باطه زي القطه اللي بتشيل عيالها بسنانها، وانقذ حياتي. خلاص طالما انقذ حياتك يضيع بقيه حياتنا. انا مش قصدي يا شحاته، انا قصدي ناخده بالهداوه شويه. طب ما تزعلش. ايه خلاص بقى ما تزعلش عشان خاطري بقى. خلاص ايه هضربك. هضربك. اوعى كده. الشاي بقى واد للجزمه 9 جنيه وربع. ليه؟ بدل حب وبدل بوس وبدل ما مد ايدي على حد. ايه ورياض خلاص خلاص قوم بينا يا شحاته من هنا. اوه علم طلب يا مراح. سلم على ابوك الحاد. يوصل يا اخوك. اقول لك يا كرملنا ارغي، انت مش هتطمن قلبي بقى وتريح بالي؟ رايح بالك في ايه؟ بيسي مالها عليا الطلاق، ما هتلاقي اجدع مني ولا حد يقدرها في الدنيا دي جدي. باذن الله بكره ام تموت وأورث عنها جرات وجسبتين وستتها. يا راجل اختشي على دمك، ده انت في رقبتك كوم لح. طب ما بتفهمش قولنا ماشي، كمان ما بتحش اس. وانت رايح فين طيب يا غباوي؟ طالع بيتك. بيت ايه يا ابو بيت؟ الله الله الله، انت فكرت نفسك صاحب ملك بصحيح ولا ايه؟ لك ودع في بطنك، اشحال ما كنتش بتلف على قلبك قد كده كل شهر. لا يا المليم اللي بتدفعها دي فلوس؟ ده صاحب العماره لو عارف اني مسكنك في قسطتح من وراه هيدخلني السجن. طيب هتنفعني بيه مليمك يا غباوي؟ انت يا وليه بنت الجزمه؟ ايه حكايه بيسه دي؟ عن جوزك يا بنت الكفهان طالبها، واخوه طالبها، والدزار طالبها، والبواق طالبها، ده انا جربت اطلبها. متلقع جوه يا شحاته. شحاته كرم هيرتكب جنايه، راح يضرب مدرسه في حالها. يضرب مدرسه كيف يعني؟ طلبت لجنه الشؤون الدينيه والعقاب بمجلس الشعب بانشاء قناه فضائيه اسلاميه مستقله تثبت برامجها باللغه الانجليزيه. انا كرم غباوه جيت يعني نهدى ونثبت. اتفضل. اي حد هيتحرك من مكانه هغزه غزه دي بقابله وتبقى عليها مستديره. انا عايز المدرس اللي اسمه مسعود بتاع الفيزياء يطلع قدامي هنا في الطابور. ايه مسعود بتاع الفيزياء؟ اهلا. اي بنت لمس جسمها اللي اسمه مسعود ده ترفع ايدها. يا حنين كل واحده ليها حاجه عنده تاخده وقت قبل ما امشي. يلا يا بنات يلا يا بنات يلا يا بنات خدوا حاجتكم يا بنات. اضرب يا رشا اضرب يا رشا مش حاسس. نادي راجل خلوهم يربوه عشان يحرم يعمل كده في بنات الناس. كل المدرسين والفراشين امسكوا المجرمين دول. ارجع ارجع مش عايز اعور حد ولا اذي حد. شايف ان حكايتك مع البيت انج دي غريبه شويه. ليه يعني؟ يعني البيت لسه صغيره وانت عمرك كد عمرها يجي مرتين ونص تقريبا. يا عبيط انا عندي وجهه نفر. اي بيت تفكر تتجوزها النهارده هتلاقيها قلب عداد، يا تلاقيها مخيشه. قلت اقصر المشوار واخد بيت على الزيرو. ده دي دلاند اهدي اللي تتضامن وتربيها على ايدك وتفهمها اللي انت عايز تفهمه لها. من الاخر عدينا وتشكلها على مزاجك. الله يمسك بالخير يابا. اقول لك البطيخه اللي ما اتفتحتش شبع التخبيط. طب يلا يا اخوانا عشان نقطع البضائع ده ضخم وهيقعد ساعه. يلا عد 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 علي النعمه. انت ما بتفهم بقى، تسيب واحده زي نجاح تضيع من ايدك وراح تجري ورا عيله. يا بنت افهمي، نجاح دي سابتنا امسك ايدها، ولو كنت زودتها شويه ما كانتش منعت. والبنت اللي ما اتمنعش قبل الدواز ما تتضمنش بعد الدواز. نجاح اشرف من شرف وانت الخسران. المثل هيقول اقفل الجدر على فمها غير رزقك لم تحوش. تصدق انك بقف وحمار وصدق اللي سماك غباوه. يا دازمه يا بنت الدبانه بتشتم اخوك الكبير ورحمه امك لسيح عظمك. ورحمه ابوك وامك لو مدت ايديك عليا لكم مكسره البيت علي فيه. كسريه. هكسر حبيبه قلبك دي. لا 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 خلاص خلاص، انت هتمسكيني من ايد اللي بتودعني. مساء الفل يا ام هندي. اهلا يا اخويا. مين؟ انا كرم غباوه. ايه؟ كرم بتاع الكارته. ازيك يا ابله هندي؟ اندي هو انت من البلد اللي بيقولوا الجيم ديم؟ لا من اللي دم بيها.
طب وانت تعرف انجي منين ان شاء الله يا اخوي؟ ايه اللي عارفها؟ طب ده انا حتى ده اتجوزها بس بسرعه، حتى ابوك الاحسن سلام الموقف لوحديه. حجاج اللي اوله شرط اخره نور، انا اتفقت مع كرم انها هيخليها تخلص علامه، وعايزك انت تشهد والنبي. انا شاهد وضامن كمان. وماله؟ بس هي تشد حيلها وانا ادخلها ثانوي تجاري وتكبر روس تساوي. ايه وانت معاك ثانوي تجاري؟ لا ياما انا مش تلميذ، ده انا فريز، انا بقالي 20 سنه واقف قدام المدارس صناعي وتجاري وتوديهي. انا جايه عنك. السلام عليكم يا عوض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برضو عليك 10 سنين. وصلت الطلبات لأصحابها؟ أيوه. طب يلا خدي فاكهة البيت وأديها دكاكين العصير لحسن تبوظ. أتهوى وأشرب بجماب وبعدين أطلع تاني، مش شايف العرق قد إيه؟ يا ريالة بطل جلع، خلص يا حيلة، خلص خليك تلحق ترجع قبل الدنيا بتليل. ما عندك شخطين غيري، اشمعنى شحاته يعني؟ بتقسم الطلبات علينا يا اخي، ولا عشان ابويا سايب لك الدكانه تتمرس علينا؟ طب مش طالع طالما الحكايه لايف لايف، ولما اجي ابويا بقى نحكمه بينا. زريله، خبطوا ليه؟ بتعلي صوتك على اخوك الكبير. خلاص يا سالم حاج الخير. بعد الدنيا عليك. كل خدمة شرف انتم مفتريين، قاعدين من الصبح بتلعبوا وهو الوحيد اللي بيشتغل، وكمان عايزين تضربوه؟ ما تروح انت يا تنبل تودي الفاكهه، على الاقل تعمل بلقمتك، ولا اليومين اللي بتلهفها حتى مش عايز تحللها. نحللها يا ست البنات، يا اصيله يا اخت الرجاله. عاجبك الكلام اللي بيقوله اختك يا معلم طلب؟ ما تختش يا بنت، عامله راجلك زي الناس، قلت الادب بتاعتك دي. راجلي؟ شلها يا راجلي. ده عقد بيع مني بحته الارض اللي انتوا قاعدين فيها. ايه اللي بتقوله ده يا دكتور؟ دي ارضك. ده احنا بنبوس ايدينا وش وظهر كل يوم عشان سايبها لنا نسترزقوا منها ونتستروا فيها. ما كفاكش ارض ابوك اللي الثوره خدتها وفرقتها على المخاليل. وقتها كنت زعلان. لكن دلوقتي بقول والله كان عندهم حق. أنا ما بديكش صدقة، أنتوا ليكوا حق في الأرض دي أكتر من ابني اللي ما بوريناش وش ولا كل 5 سنين مرة. يلا يا نجاح هاتي بقية الوقت. هو يعني كان هيخس عليه إيه لو كان إداكوا بقية اتنين دي بالطول؟ ما ولده هادد على بلاد بره ومعايز يردع. يا سلام يا ولاد، لو كان ده حصل كنا بنينا عمارة عينك. ما تخرس يا عاد منك ليه؟ أنتوا إيه؟ ما بتشبعوش؟ وإحنا كنا طايلين، بقينا أصحاب ملك وبرضه مش عاجبكم. أهو بقى صاحب ملك أهو. تقولي ايه يا بت ابيسه؟ ولا حاجه يا ابو الحاج. مش انت بس اللي مستعجله، انا كمان. الخميس الجاي يا كرم احنا عنديكم عشان نقروا فتحة بيسة. وانا يابا انت ايه؟ قلت لك يابا انا عايز اتجوز. وانا قلت لك يا سالم هنروح البلد وانجي لك عروس. ماشي يابا، من الواجع مقعر الجف. شحاته احسن منك، شحاته متعلم عنك، شحاته ضفره برقبتك. يابا حرام عليك، ده ولدك بردك يا اخي. حرمت عليك عيشتك كلب. مبروك يا شحتة، مبروك يا بيسة. ربنا يخليكم. يلا يا أولاد سيبوا العرسان يقعدوا مع بعضيهم، وانت يا شحتة أجازة بكرة عشان تفسح عيالك. يفسح مين يا أبو الحاد؟ وإحنا لحقنا، دي يا دوبك فاتحة. أنا منى عيني أشوف شحتة عريس وأشوف له عيل. ربنا يديك طول العمر يا أبو الحاج، وتعيش لما طلعنا كلنا قدامك وتقعد لوحدك زي قرد قطع. شوف احنا هنضرب الحشيش ونضرب البيرة ونضرب بعض. نضرب بعض كيف؟ زي ما بقول لك كده وهتشوف. شد شد يا بطل، شد يا رادل. خبر ايه يا عريس؟ فاكر مش شربته كتير. بس يا بنت انت، ده كلام بيننا وبين بعض. رداله رداله يا شحاته. شد شد يا ابو نسب. الله فين الصحة؟ فين انت هتنام ولا ايه؟ خبر ايه؟ شد شد عشان تفوق. ما تقوم يا بيت شغل لنا مزيكا بدل الديله دي، حط لنا حدا فريحي. شد يا بطل، شد يا معلم. عظمة. سمعت نكتة الاسانسير؟ لا. يبقى انت كنت طالع على السلم. شد يا رادل. الله شد، انا هظبطك. قومي يا بنت ارقص العريسه. ما تختش يا كره. قومي يا بنت على الطلاق. لا تقومي والا هرجع في الفتح. نزل ترجمة
هتقلب بجد؟ ما تقلب، هتعمل ايه يعني؟ مش هكمل. هتكمل يا اما تسيب بيسك. انت بتكرهني؟ بيني وبينك اخواتك، وانا بيني وبينك بيسا. وبيسا نرادك يقدر يحميها. اضرب، وريني الرجولة. اضرب. بس يا حبيبي يا طارق، عشان خاطري خلاص. كلام رداله. شطر على انا، روح شطر على اخواتك اللي مرمطينك في وسطيهم، وهيمرمط اختي دي معاك لو انا دوستها لك. انت عارف اني اقدر اقطعهم حتت، بس ابقى حمار لو عملت كده، لانهم اخواتي، اخواتي من صلب ابويا المعلم حجاج اللي علمنا كيف نكون اصله. لكن انت مش اصيل يا كرم، نسيت افضل المعلم حجاج عليك اللي لولاه كان زمانك بترمح ورا الحمير في البلد. لا، ابوك ليه فضل عليا، ايوه، بس ما اتحبسش بدالي، ما خربش في الاجزاز معايا، ما بلبعش البرشام عشان الضرب ما يودعش. ابوك ما طشش في ميه البحر لما جات له الحمى، ابوك ما باش سنين في الموقف عريان في البرد والبرد يرصرص في نتته. ابوك ساعدني بس انا كنت راجل قادر احمي المكان اللي ادهولي. رك عليك انت، اما ابوك يموت اخواتك هيفحصوك تحت رجليهم بالدزم. خد اختي يا شحاتها، خدها، على الله تقدر تحميها ولا تحمي نفسك. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله، وعلى العشاق تجلى أهلا أحبابي وسلى، ما قال لعاص كلا يا عطف رسول الله. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله أجرنا. مش عاوزكم يا ولاد تفوتوا جمعة من غير ما تزوروا سيدنا. لو عندكم هم الدنيا تيجوا وتنفضوه على بابه. مدد يا أهل البيت. تأخرت كده ليه؟ كنت بأجر الموتوسيكل ده عشان أوديكي مطرح ما بتحلمي. ها، بتحلمي تروحي فين؟ نفسي هتقول السما. يحصل، هطولك السما من أعلى حتة في مصر، نطلع برج القاهرة. وإيه كمان؟ نفسي أروح البحر. يحصل، بحر النيل أهو، مفيش أوسع منه. وإيه كمان؟ نفسي أروح أركب المراجيح في المول. يحصل، بس الأول نشتري بنطلون. على كل أنا عاشق، مين سمعك أنا عاشق، كان قلبي أنا البارد، أحلى حاجة في مصر. عايز أشوف سطحنا لو بيبان من هنا. يا لهوي كرم، شافت عينيك الحلوة شغلني لوحدك بس تعالي بحضني.
مريحة. اه مريحة. الناس دي كلها مش عارف باين نسينا نجيب البنطلون اسود. الوصله بتاعتك لسه خالصه يا مع عم حجاج. مستأذن منك يا كرم. ايوه ايوه عم حداد صح. ايه اللي في وشك ده يا بنت الكلب يا سايبه؟ ما انت لو ليك رادل يا ربيكي ما كنتش عملت كده. قوم وقفي وقفي. انا ما عرفتش اربيكي ولا ايه؟ انا ما عرفتش اربيكي. كانوا بيمسكوا الصعايده في الشوارع، ولما الرئيس عبد الناصر رجع قابل وزير الداخليه في المطار قال له ها هتحب نرجع الصعيد تاني ولا هتسمح لنا نقعد هنا؟ قام فهم او رجع الصعايده من تاني. صباح الخير يا ابو الحاج. صباح التكشير. مالك يا اخويا؟ شوف يا ابو الحاج، هلا هلا عداد الجد، هلا هلا عليه. وان كان حبيبك عسل سده واستريح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت يرضيك يا ابو الحاج ان شحاته ياخد بيزا تطلع معاه وتسهر لوش الفجر؟ الناس تقول عليا انا ايه؟ لو دي بنتك نضايح كنت رضيت؟ لا عداك العيب يا كرم، احنا محقوقين لك. اكسبنا صلاه النبي. وبعدين ولا قابلين يا كرم هنكتب كتابهم ونجهزهم ونجوزهم. لك حاجة تاني؟ لا مش قبل مضمن حق بيسة في الدكان، قصدي حق شحاتة يعني. فهم. عاوزني اوزع ورثي قبل ما اموت يا كرم؟ عاوز عيالي يورثوني بالحياة؟ مقصودش يا ابو الحاج، انا بس عايزك في اكتب. قوم من قدامي، قوم. خد بس يا كرم، خد يا كرم، خد تعالى بس ما تبكاش قف. تعال احب على راس ابوك الحاج. شوفك الرار، الله الله عدد والجد الله الله عليه. وان دلك الطوفان ما تلحسوش كله. ازاي يعني ده؟ على الحرام ما خليش حياته ده يلمس طرف دلبيت اختي اللي ام ابوك تبلو حقها في الدكان. فهمت؟ غلطان انا؟ لا معاك حق. طب جاش والد ابوك لما عملتش كده؟ هتشوف. بت يا بيسه، بت يا بيسه، اول ما النهار طلع قلت اجي اعرف عملته ايه ليله امبارح. يا مراري، هو الواد بدل ما يفسح ضربك؟ الحيوان كرم نكد عليا الله ينكد عليه بعد احلى ليله شفتها في حياتي. الله ينكد عليك يا كرم يا ابن حواء وادم. ولا يهمك يا بت، قولي لي عملتوا ايه ليله امبارح؟ عملتوا ايه؟ قولي. نضيفه يا باشا والله العظيم على لحم مخ من الصبح. عايز كرم غباوي. حاضر يا عم كرم. ايوه الضيس عايزك. أمر سعادة الباشا، عايز 20 ميكروباص لمدة الانتخابات بثواني. ماشي يا باشا، العربية بالسواك تعمل 200 جنيه، في 20 يبقى 4000 جنيه في اليوم. ضاع عربون ويوم بيوم تاخدوا حقكم. ده وسعادتك عايز السواقين برخص ولا بدلاليب؟ لو البطائق متقطعة يبقى أحسن، ويوم الانتخابات عايز 5 عربيات نقل كبار و10 عربيات نص نقل بميكروفونات. علم ونفذ يا سعادة الباشا، شرفت يا باشا، نورتنا. ألف سلامة يا باشا. إيه الدمال ده؟ بس مش غريبة يعني انه يدي بنفسه في الحتة المعفنة دي. هو مين ده يا عم؟ ابو تريكة. صوت من اجل كفاح الدبلوماطية، من اجل صراع الحرية، من اجل قتال الاخر. قول كلمتك في الحدث الجغرافي التاريخي. احنا شعب انتصر في حرب 73 سنة 6 اكتوبر. احنا شعب بيعمل المحشي يقول النكتة، شعب طيب، شعب ولد حلال. رد الدميل، رد الدميل يا صاحب الفقر. الفقر غربة في الوطن، مالوش لا ظهر ولا تمن، يهلك ويشقى سنين.
مرهونة على زلزال. طب مين اللي قال ملها ومين كان أزملها ومين واقف وياها وياها وقت المحن كده فردت ونقدر نتجوز. ألف ألف مبروك يا عمي، وأول عيل هتطمنه البوز وأضربه بالشبشب. بقول لك يا كرم، أنا عايزك تيجي معايا، أنا سايب المعلم حجاج طاير في الدكان، تيجي نسترضيه بكلمتين ونخلص الموضوع ده. بقول لك إيه يا عم كرار، قوم ورينا عرض كتافك وروح قول له كرم غبابي يقول لك ما عندوش بنات للدواز. يلا عيب يا كرم، الناس شارينكوا قوي يا عم. لو شارينا أنا قلت له شرطي وهو عارفه. يلا بعد إذنك عشان دي فلوس ناس. يلا وده شيء ناس خبريه. وتاني ما قول قول شربت غرب كيفك. راح فين يا دلعت ابوك؟ هو ايه اللي راح فين؟ رايح فين بقول لك؟ هو اللي بيحصل جوه. يا لهوي. طب انا هاخد الحاجه. فين حساب الحاجات دي؟ ما ده الحق يا طلب. تهتب الله العظيم، ما انت ماشي من غير ما تفتح الحاجات دي. ايه ايه في ايه؟ روح انت، ما انت حسابك واصل. ايه مالك؟ خصم خراب بيوت دي، هو مفيش احساس؟ ما عندش سعاد والطاف وغيرها، تعال تجيب الفوق. حسبت تعالي يا ولد السود انت، ما انت تمشي امي، امي احسن من امك. امك انت اجرها بالسود. تعال بعد عني، ده راجل سليمان. كفايه قلت لك الله. ايه وانت يا حيله؟ يلا على ابوك قول له انهم ضربوني. ايه ساش كمان تقول له ان خدنا الفلوس اللي في الجرد كلها. مخ يخرب الدنيا لما يقول له. يخرب ولا حاجه، ايش حدا مش هيقول له، هيخاف. سرحان في ايه يا واد؟ مالك؟ ولا حاجة يا رب. العروسة لحست مخك ياك. السلام عليكم يا ابو الحاج. عليكم السلام. ايش حات؟ قلت له؟ قال لي على ايه؟ على الطلاق. انت واد خايب وتستاهل اللي يعملوه فيه. ما تسكوا بقى يا كرار، اسكوا. في ايه يا شحت؟ ولا حاجة يابا، فيش حاجة. في ايه يا كرار؟ فيش حاجة يابا. لا في اخواته يا ابو الحاج بهدلوه. يابا عشان خاطر يابا بلاش تعمل لهم حاجه يابا، دول اخواتي بردك يابا. يا رب الحاج انت تاكلوا صار فيكم اللقمه يا اوساخ. خير يا حاج؟ مالك في ايه؟ عارفين ايش في ايه؟ ايه بس ايه؟ طب شحاته ده كان دايب وعايز يوقعك فينا. برا يا نرجس منك ليه؟ برا. درج الفلوس من النهارده مع شحاته، هو اللي هيحاسب وهو اللي هيطلع لكل نطع منكم مصروفه. امشي كمان امشي. طيب يا شحاته. ماشي. قلت بالله العظيم ما قلت له حاجه. على يد يا جماعه، شحاته ما قالش لابوكوا حاجه. ابوكوا عرف من بره. هو اللي جاي له. جبت لك هديه معايا يابا لو عجبتك. ليه عندك طلب؟ جبت ايه يا شحاته؟ جبت لك السيره على شريط. طب مد يدك يا شحاته، هات صوره الرئيس شمال شويه، غطي بيها الشرخ بتاع الحيط. الشرخ كبير قوي يابا، الصوره ما تغطيش كلها. تغطي اللي تقدر عليه. يا سلام. الله. تعرف بحب عم جابر ليه؟ ليه يابا؟ عشان بيفكرني بجدك الله يرحمه. مش على ربابه يا يعني. لما بيمسك الربابه كان بيبكي جمال، كان أجدع رقاص في الصعيد كله. أطلب طلب يابا؟ أطلب يا شيخ. أمان عليك يابا، يعني ترجع درج فلوس لطالب. ميزتك إن قلبك حلو، ما يعرفش يكره، وعيبك إنك طيب زيادة عن اللزوم. ما تخافش عليا يابا، أنا برضك وسط إخواتي الفصل صغر. يا أخي بطل ودودة. لا ما هو مش حيبطل ربط إلا ما خليه يضربنا بالنار. عايزين تعرفوا كنت بقول لشحاته إيه؟ أنا هكتب لشحتة الدكان. ادخل وعاد نام لو عرفت. ايوه ترى ايه يا طيب انت وسالم، وانتوا تشطر علي انا. طب الشطر انتوا خدوا حقكم، انا دفعت عن اختي. يا اختك بقى ليها ورث في الدكان يا كرم. مش هتبقى مرات شحاته، انا كل غرضي اضمن حق شحاته منكم، ده انتوا غلان. انت يعني يا كرم اللي يطلع قلبك على اخونا اكتر منيني؟ لا يا اخي انا قلبي على اختي، اختي اللي طلعت بيها من الدنيا، لا اب ولا ام ولا اخ، كله راح في السيل وعمره الضفر ما يبقى ميه.
بقى يا تيس حد يعمل عاملة زي دي؟ انت عايز العيال تموت بعض؟ شحاتة هو اللي هياخد باله من الدكان وهو اللي هيدي اخواته حقهم، اما طالب وسالم يستولوا على الدكان ويطردوه بعد موتي بساعتين، غدارين زي امهم. انت بتاخد بطارك من امهم فيهم يا راجل انت؟ ولا انت خايف تصارح نفسك بانك خايف من الواد كرم الصايع لا يحرم شحاتة من بيسة فبتنفذ كلامه؟ بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين يا حجاج؟ صراحة يمكن يكون عندك حق يا دكتور، الواد كرم طلع عن طوعي وغلط فيا وانا كبرت وما بقيتش زي زمان. خلاص يبقى تدي كل واحد فيهم حقه حسب الشرع. هما فين العيال؟ امر يا دكتور. خلاص يا شحات ابسط، ابوك رجع في كلامه وهينفذ رغبتك. روح بقى فهم اخواتك انه كان بيهددهم مش اكتر. استغفر الله. اسمع كرم، تسخين عمك حجاج هيقلب على الكل، خليها نايمه احسن. يعني السلام عليكم. اهلا بدوز اختي، تعالى جنب هنا تعالى. بس كده بقينا اتنين اتنين، لو ليكوا شوك بقى في اي حاجه احنا جاهزين. جاهزين ليه يا كرم؟ انا جاي عشان اقول لاخواتي ان ابويا كان بيهددهم، بس لا كتب ولا هيكتب لي الدكان. وادي مفتاح درج الفلوس اهو، قال لي رجع الطلب. ايه بيجي كده؟ طيب خرب لي بيوت مردله، مالكش دوازه عندي يا شحاته. انساني كنت حبيبك وجوز اختك وديلك، مالكش دوازه عندك؟ كل ده عشان الفلوس والورثه يا كرم، اخسرت الرجال يا ولاد. لا يا كرم مالكش حق، اخسرت الرجال يا صح. اهو ديك انا عايز يقطعك قبل ما تيجي، ودلوقتي بتحامي له. خبر ايه؟ انت مالك انت يا طلب؟ جوز بالعافيه ولا ايه؟ اخته مش عايز يتجوزها له، هو حر. حر في ماله؟ حر في نفسه، بس مش حر في بيسه. اختك هتجوزها برضاها غصب عنك، هتجوزها. بنات عندنا ما بتتجوزش الا بموافقه اهاليهم، ولا نسيت اننا صعايده؟ ما تقول الصعايده، مفيش صعيده يا واطي يا كرم. انا يا عدني من شويه كان كرم وشحاته انا سايب. شوف يلا قوم يا كرم، قوم روح. ليه كده ليه؟ بواخه او زي ما تقول يعني ما احبش اشرب مع حد غريب. غريب دلوقتي بقيت انا غريب؟ ما تقوم يا فز يا اخي، انت قاعد نايم ليه؟ قوم يلا في ليلتك الطين دي. السلام عليكم يا معلم ضاح. عليكم السلام يا معلم حجاج. اعمل لي كيلو سمين مشكل. انا يا كيلو سمين يابا، كيلو سمين، جسمك ما عادش يستحمل الحاجات دي. بس يا واد ابوك لسه حديد. اروح اجيب لك اكل يابا. ماليش نفس. لو ما اكلتش حاجه همشي. ما تمشي، انت هتذلني. ما قال لك خلاص وليت محيكوا؟ بس يا طلب ده اخوك الصغير يا ولدي، لازم تكون حنين عليه. ما لما اموت هتعمل ايه؟ بعد الشر عنك يا ابوي. ربنا يهديكم ويخليكم كتفكم في كتف بعض على طول، تخلوا بالكم من شحته. بكره ان شاء الله تقوم بالسلامه وتاخد بالك مننا كلنا ان شاء الله. يلا روحوا وفوتوا لي شحاته. الف سلام عليك يا عمي. خلص شحت خالص عشان تفتح الدكان الصبح. حاضر. ايه رايحين فين؟ نركبوا. واه واه واه، جاتك منين دم الغزال دي يا معلم طلب؟ جبتها ميتة. ايه مالكم؟ حتى عربية مستعملة، ما انا شقيان مع ابوك العمر كله. اركبوا. راكك بس ابوك يموت وانا نغنغكم. تفهم من خشمك يا جاحد. اخلص يا بيت. العمر بعد الله طلب. واه الموت علينا حق يا نجاح. عليها معلم طلب. على الله. الدنيا لحيتها تعب، هي ما شقتني. نبات في العرق لو حشت غلبانك، طالب دنون ودها سكنها شقتني. انمت لا تتهزم وان حشت غلبانك. يلا بينا يا سال، زمان القعده اتنصبت. ياكش تنام دلوقتي ابوك يتسرق الفرش. حياة ابوك يا سالم، بكره تاجي بدري. عايز اروح لابويا قبل ما يصحى. دنيا سقتني المرار ولا ذقت عنب. وهنا يا دي العجب يا ما انا فرحان. طلبت اشوف حسنها كشفت لي عنابها.
المدى صارخت قلت المدد ولا نفر عني صارخت قلت المدد ولا نفر عني جيتي برضك قلت أشوفك قبل ما تروح لأبوك ما تاخدني معاك أشوفك ربنا يسهل تيجي ناخد مأذون ونروح لأبوك يكتب كتابنا مش خايفة من كرم؟ بصراحة خايفة وهنعمل إيه في الخوف ده؟ مش قبل ما اخويا كرم يسحب سلام ايه اكتر حاجه بتخاف منها يا شحده الضلمه يابا عاوزك ما تخافش من حاجه تبقى ناشف ولما تزعل والدنيا تلف بيك خد نفس كبير ما تطلعوش تقفل عينيك الدكتور مؤنس هو اللي كان بيقول انه بيعمل كده عشان يعرف يقعد مع ذاته حط عينك على نجمة وصاحبها عمرك ما تحس انك لوحدك زمان جاني عيا كبير قوي جابوا الدكتور يكشف عليا قال لهم ده هيموت رماح واتدريت من الموت ورا الفرن بتاعنا قلبوا علي الدنيا وانا متداري بالموت نمت شفت الموت بيضحك لي بيكلمني لقيته صغير قوي ولطيف ولونه ابيض زي خروف العيد ومن ساعتها طلعت من ورا الفرن وانا مش خايف من الموت ابدا يلا قوم اتهوى اشرب شاي قوم خليني معاك يابا يمكن تحتاج حاجه لا قوم عاوز اقعد مع ذاتي شويه تعرف ابو سيد بتاع العصير ليه 2000 جنيه تروح تديهم تفوت على عمك نبيل في البوسيه ليه 100 جنيه مش عاوزك تزعل من الدكتور مؤنس اللي ما زرنيش ده تعبان ابوي بيقول لك انه زعلان مني بيقول لك هو هيزورك لما يخاف ازورني يا ابني انا ما قدرتش ازور انا كمان تعبان مسافر اتعالج شد حيلك يا ابني شد حيلك يا شحاته انا ما قادرش ادي معاك واسيب اختي لوحدها سمعت الخبر طبت من طولها يا عيني الله يرحمها يا شحاته انا جايه معاك يا شحاته انت ايه اللي دابك انت مش عيانه في البيت انا مش عيانه كرم حبسني في البيت يا شحاته خلص يا شحته مش طره طويل بلاش تقول على اسمك يا رب بيك ايه اركب مع ابوك يلا انت شايف الشارع برجليك تاني يا بيش في ايه يا واد عمي دول اهالي الناس اللي اتحرجوا في مسرح بني سويف جايين قافلين الطريق اطلع يا محمد هبو يا روح يا ناس وحنان ورحم في ايه بوي ميت بقاء الله افتح الطريق افتح وسع كان الأمان والسند والنظرة تكفيني وإخواتي يا هل ترى حيكونوا رحمني
ولا القساوة في قلوبهم على الوش تكفيني. فين ختم أبوك يا شحات؟ أهو أهو. شكراً يا حبيبي. بس أبويا قال لي ما تديهوش الحل. خلاص يا شحتي، أبوك ما عادش ليه كلام علينا. عشان تكون فاهم، من النهاردة في كلام تاني. مات اللي كان بيحميك يا شحات. ابو يا ماتش في هاد انت انت ما بقيش لك كبير ولا من النهارده بالجد يا زيد انت فاهم ابن الكلب ابو يا مشكال ابو يا مشكال ابو يا مشكال انا اللي كان كبير انت اللي كان انت اللي كان انت اللي كان وغلاوة أبوك عندك بعد عنهم. أحب على يدك يا أخوي، أحب على يدك. بعد عنهم رد بقى يا هاب، رد علي. ها انت زعلان عشان اخواتي متضايقين مني؟ انا مش عايز ازعلهم، اصل طالب كان عايز يضربني، وسالم يقول لي اللي كان بيحميك مات. ده حمار مش فاهم حاجه. قولهم انت يابا، قولهم اني بحبهم، مش عايز حاجة. ليه كل ده يابا؟ يمكن عشان كتبت اليافطة باسمي فاكرهوني، ولا يمكن عشان امي مش امهم. بس انا ما اقدرش اعيش من غير اخواتي يابا. هو في حد في الدنيا بيقدر يعيش لوحده؟ أبا أبا رد علي يا طالب يا سالم يا نجاح. أبوكم معك، أبوكم ما بيردش عليك. اسمع يا بنتي، لو حد فينا شافك في حياته تاني هيقتلك. تشوف لك ده هتتدارى فيه وحلال عليك الفلوس اللي خدتها من ابوه. مش مصدقيني ولا ايه؟ شحاته صرف كل ما لم معانا خرجه ابوه. اكتب يا بنت، مالكش صلاح بينا. والخدمه الشريفه يا طلب، لو ما جاش معانا ماني راجعه معاك. اهي جاكي لكمه غور يا ابو غور. انا معلش يا سالم، انا ما تعرفش خش انت يا بنت. ايميها يا بنت مرميه. مش حاجه، مش خاف، تعال ابوك ابوك يا ولد. يلا يلا حسبي الله ونعم الوكيل. طلب يا طلب، الحق يا طلب. محمود ولد الدكتور مؤنس جه من السفر وفتح البيت وقاعد فيه. الدكتور ما جاش معاه؟ لا مش راجع، بيتعالج في امريكا. خلونا في المهم، فين بقيه اخواتك؟ قصدك اشحاته يعني؟ اشحاته بجد مصلحه في البلد. طب انا عايزه معاكم. نجيبه يا باشا، نجيبه سهله. ايه ده يا اسطول ده؟ دي فيلا دكتور مؤنس؟ ايوه يا باشا. مدخلها منين؟ اها جوه هنا. ايه الحكايه؟ حكومي؟ مش عارف، انا رايح لمحمود بيه. محمود بيه، محمود بيه، في ناس عايزين جنابك. مستر امباسادور، يا ويلكم. ده سفير دولة أجنبية عايز يشتري الفيلا، وطبعا هو عايز يشتريها بالدكانة بتاعتكم، لأن مش معقول بيت سفير يبقى فيه دكانة فاكهة. أنا عايزكم قبل ما تردوا تفكروا كويس، لأن هم عارضين مبلغ كبير، عارضين عليكم 1,000,000 جنيه. بس أنا مش مكتب يا بنت. موافقين يا باشا إن شاء الله. كويس، بس شحاتة لازم يكون موجود ويمضي معاكم. نجيبها باشا ونمضيه يعني، بسيطة.
بابا 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 شحاتة شحاتة واد يا شحاتة انت هذا اللي منامك كده. انا عارف انكم زعلانين مني، ما تزعلوش، خلوني معاكم زي اي صناعه في الدكان، بس بلاش الاذى حتى ابوها ترى اخوات برضك حتى لو ما كنتش شاقين. انت بتقول يا شحاتة انت اخونا وليك زي اللي ليلي ودي دكانك وليك في ورس، ما تقول حاجة يا سالم. احنا كنا بندور عليك عشان نطرد الشيطان اللي دخل بيننا. ايوه وعشان تصدق خد ختم ابوك اهي خليه معاك. سعنا شحتها بلاش نمت الشارع دي، احنا برضك ناس لنا سمعتنا في المكان يعني. يلا قوم اخوي قوم، يلا خش جوا كده تشطف ولبس لك هدمه نظيفه. ايه كانت مكتوبه غلط، ده مش دكان شحاته لوحده، دكانه كلنا، لو المفروض نكتب دكان اولاد حجاج. يا ولد يا ولد طوط قبلك مدارا المدينه الدربكات والغز قامت على العرب اللي قلبه وعينه ساع حضنه قد الدنيا يساع بس أول ما قال ساع حضنه قد الدنيا يساع اعرضوا على البيع ولو قال لا ابقوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه، ولو عرضنا عليها فلحة ورفض نبقى نبهناه وباظت الطبخة. والخاتمة الشريفة لو حد فيكم مسه لكم مبلغة فيكم الحكومة، كفاياكم ظلم عاد. رايحة فين يا اخي همي؟ هتجلسيني يا بنت؟ بعد عني يا راجل يا دلدول. عليا بكل الايمان ما قفلت خشمك لاضربك بالجزم. بالراحة يا عالم شكده. هو ده اللي قدرت عليه يا اخويا يا كبير؟ وقتك تتشتم قدامك؟ ده جوزك يا بيت برضك ولا هتنسى الاصول؟ اصول؟ الاصول انتوا نسيتوها من زمان. ربنا لا يكسبكم ولا يربحكم. لا دكان ابوي ولا بفلوس الدنيا بيعه. انا معاك يا شحاتة لكن اخواتك مصممين مش عايزين نعمل معاهم مشاكل. ابو هداني مفتاح وانا جاي احكم ابيعه. خد يا شحاتة هادي مفتاح دكان ابوك خليه معاك، احنا ما نبيعش ريحة ابوني. ربنا يخليك يا طالب. لو عشان خاطر عظم التربة انا كلمت كرم ورجعنا الفاتحة وهتتجوز بيس. جد يا اخوي بس على شر ايه تتجوزها الاول. كيف يعني؟ اه غباوة. عين ابو عين ابو عين ابو اليكم موجز النشرة. غرقوا عبارة المصرية على مدينة 1400 المنتخب القومي لكرة القدم مين فيكم لازم شحاته؟ تعال يا حبيبي خدوه على البوكس. بيه بيه اركب يالا بيه بيه شيلوه سيبوني شحاته ده اخلاق يا بيه. هو عمل ايه؟ ايه انت بقى شريك ولا ايه؟ انتشني يا باشا مزور زور ختم ابوه بعده كل نفسه. يا طالب اركب يالا نفسح بيك الارض. يا سالم اطلع يالا باشا حاجه بس خليهم يسيبوني يا طالب خليهم يسيبوني يا طالب. اعوى هجري اعوى. يلا ادخل قدام منه يلا وانت كمان يلا. شوف يا صاحبي اللي راح راح، خلينا دلوقتي في اللي احنا فيه. دلوقتي انت هتطلع من السجن تلاقي الناس كلها متكهربه منك، ما انت بقيت رد سدون. ايوه انا رد سدون وبتاع برشام وبتاع اجسام ومدرم وكل حاجه، بس برضك دخت يا ددع، وانا ما نرضلهاش تتجوز واحد مدرم ومسدل. انا جاي اقول لك كده بالمفتشر المفيد، الفتحه اللي بيني وبينك مفكوكه عشان بس ما تقعدش طول مده السجن على امل، وانت اخويا وصاحبي واكلين مع بعض عيش وملح،
ورب اخ لك لم تلده اختك. ضربت ولا اتضربت عشان تخش تسمعني الكلمتين البلا طعم دول؟ لا ده دي ما يهمش ما يهمش. شوف يا كرم، ابويا كان بيقول لي عيبك انك طيب، وانا بقول انها ميستي، لان لو مش طيب كان زماني طابق في زمارة رقبتك مسعي بهاش اللي هي طالعه في يدي. شفت انك جبان؟ وانا الجبان عندي ما يلزمنيش ان اذيه، هو اذي نفسه خلقه. شوف يا اكتم غور من وشها كرم غور. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم شحاتة حجاج عبد الرحمن بالسجن لمدة السجن عاشش في قلبي وماشي في شوارعي نفس اللي باني وخدعني بالرخيص بيا. ما تنساش تثبت صورة توكيل نجاح في الورق. حاضر يا باشا. مش هتعدوا الفلوس؟ اوه حد يعد برضه وراك يا باشا. بس دي نص الفلوس. اه ليه بس كده؟ ما تتخدوش قوي كده، هتاخدوا الباقي في الشهر العقاري. على خير يا باشا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشا. احنا قدرنا حقك يا اختي ب 70,000 جنيه، وبيننا وبينك ربنا. هو ده حاج ونصيب الولايه يا كبير؟ ادعي لاخوكي واسكتي. يسجني وادعي له، مش كفايه حبس شحاته وسرقه؟ انا ما حبستش حد، وما كانوش عاجبينك بلاش منهم وروح اشتكيني. شفت الظلم وكسرت القلب دي منين يا ولاد حجاج؟ سكت مرتك يا علي، لحسن ودين النبي ما تاخدوها لمليم. تخلص يا بنت؟ ما عاد يدك عني، وفي حد مزلزل راسي وكسر في خاطر غيرك. هي النسوان ليها ورثيات. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفاره. ارمي البنت فلوسها، مش عايزين رد كتير. امسك يا نجاح امسكك. يا في الاول وفي الاخر اهلي يا معلم، ونعاش العود اللحم يعود يا معلم. طلب عد فلوسك يا نجاح، لا يكونوا ناقصين ولا حاجه. ودين النبي يا ابوي، اللي عملنا في ولدك هيطلع علينا واحد واحد. يا لهوي هزوره، يعني هزوره يا كرم. ده ايه يا بنت؟ انا معرفش اربيكي ولا ايه؟ ده انا موت الضرب، ده انا موت الضرب. قطع خبر وكان هنيه. اسمع خد يا بنت، تعالى هنيه. الخطبه الشريفه اللي هقلع في نفسي. ماشي يا بيشا، خليكي باجك ده قاعده زي البيت الوقت لحد ما يطلع اسم النبي حرفه من السجن، وبرضك مش هتتجوزيه والايام بينما. معلش يا اخويا السنين بتجري هوا. انا جبت لك معايا اكل هسيبه بره، وجبت لك معايا هدمتين. انا عارفه انك بتلبس هدوم السجن، بس قلت يمكن يغيروا فكرهم ويخرجوك تلاقي هدمه نظيفه تلبسها. رحمه ابوك يا شحاته لا تهون على نفسك، انا هستناك هستناك لو قعدت هنا 100 سنه. ان كان على كرم ما تقلقش، حتى كان مستحس غلطته وقال استني يا بيسا شحاته زي ما انت عايزه، حتى كان جاي معايا بس جات له مصلحه. اخسرتك في المرمطه، جراته جذبتين وخليك فرنسيس. الحمد لله على السلامة. رحت زرت العنجليب ابو قلب حنين اللي ما عملتيها لما كنت انا في السجن. سيبني في حالي، انا مش ناقصاك يا كرم. عندك حق، شوف رجلك دي رجلك دي رجلك دي، ما تقرفيش عليها تاني، ما تطلعيش بره البيت. انا ما اعرفش ألمك ولا ايه، حياه امك لا ألمك. ادخل هنا فاكراني ايه؟ ادخل هنا، مالكيش طلوع من البيت. قومي يا بنت هاتي شاكوشين ومسمار، خلينا نسمر الشبابيك. انا هقطع عنك اكل وشرب لحد ما تقولي حاج برجابتي. حرام عليك يا كرم. اخرس يا بنت انت بدل ما مسمر بيك الشباك. مش هروح تاني، مش
الشارع تاني. هو ما اكلش لحد دلوقتي؟ ولا الهوا يا عم محمد. يا ابني كل محدش هينفعك. بت يا بيسه خدي الاكل ده يا بت. انت يا بت ما تقومي يا بت تاخدي الاكل. بت انجل يا بت الكلب يا فادره بتحسي كلام دوزك بتكسر اوامري. طب تعالي تعالي انت كمان حبسي معاها انت كمان يا دزمه. يلا يلا في داهيه انت كمان. مالك يا شحاته؟ شحاته في ايه؟ شحاته يا نهار اسود ده هيموت مفهوش ولا شريان صاحي. ربنا يعطر فيك نفسك يا اخويا. عشان خاطر انا كرم كفاياك بيسه ما تستحملش ده كله. لا ده انا حالف لاسيبها كده لحد ما تموت واخلص من جرافها. امي بتقول ابن الاصول يحلف ويخلف يا اخويا. اخلص انت امك ورحمه المعلم حجاج هتسمع الكلام. ها ايه كرم ده انا حلفتك بالغالي يا راجل. ما تزعليش مني يا بيسه انا كل اللي بعمله ده عشان مصلحتك. يا عبيط انا ليا مين غيرك اخاف عليه؟ انا اسهل حاجه عندي اخليك تزور شحاته في السجن. بس ايه الفايده؟ هتعيش سنين تستنى اما يطلع من السجن. وحتى لو طلع اخواته هيكسعموه. يا عبيطه لما تعيش مسطوره احسن ما تدوعي. كنت عارف من الاول ان انا ليا كف بيسه بس كنتش عايز حد يلوم عليا. ولا حد يقدر يلوم عليك. ده انت والد الناس الكمل والد الحد حداد. ده احنا نتشرف. ايدك نقرا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الخاتم ده وريني. ما يغلاش عليك يا كرم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الخاتم ده وريني. كفاياك يا كرم انت كده مالكش كف بيسه. ليه يا كرم؟ نقرا الفتح. انتوا بتعملوا فتحه ونصب عليا. انا ماليش في سالم. ما اعرفش غير يا دوبك ان اخو شحاته بتلونه في ايه بقى. انا استنى شحاته لغايه ما يرجع. العمر طويل ليكي. طب استاذن انا يا راجل اقعد تستاذن. ايه دي حنيه هتروح لحالها. على طلاق لا نقرا الفاتحه ودلوقتي. هو والله في نفسي يا كرم. بسرعه. والله انا والله في نفسي. انت هتمثل ولا ايه؟ خلاص حفظنا الدور ده. اتلم يا بيت بدل ما اقوم المك. يا حضرة الصول احنا عايزين نفك المسجون شحات لحسن نرجس بتقول ان هو لو فضل كده هيموت. ما اقدرش دي مسؤولية. مسؤولية دي انت هتعمل لي فيها مهم. هات المفتاح وهفكه على مسؤوليتي انا. والنبي تتنيلي انت تعرفي تبقي مسؤول عن نفسك اصلا. ربنا يا ابني يعفى عنك. خدي يا بت تعالي. يا سلام. ده ايه ده؟ القمر زعلان ليه؟ ده الليله ليلتك. ده كاتب كتابك النهارده على جتتي يا كرم. لا على سالم. والمازون ده في الطريق. ورينا هتعمل ايه. ما تستفتح بقى يا سيدنا. مش لما نشوف العروسه مين وكيلها. يعني هيكون مين وكيلها غير اخوها الكبير؟ اخوك كرم وكيلك يا بيسه. يا عم انت شايف في عينيك دي رميه نفسها من سابع دور عشان تتجوزوا. الف مبروك يا سالم. الله يبارك فيك يا كرم. الف مبروك. حلوه الساعه دي. حلوه والله.
ألف مبروك يا حبيبي، ألف بركة. امسك يا كرم. ألف لا بأس. يلا يا عمنا اندز. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. قول ورايا. ورايا. يلا بقى عايزين ندخل، الناس تحت مستنيين. لو قربت مني هفتح كرشك. يا بنتي انا جوزك بحبك. افتح كرشك يا سالم. خلاص يا بنت، انت اتجننت ولا ايه؟ انت المجنونه الليله حمراء قال ليله سودا ومنيله بستين نيله. بكره شاكرين. ما هو مش هنخلص من نهر الموال الازرق ده، مش عارف تسك على دماغها وتخلصنا. هي حياتها ملايسه ما فيهاش باب، البيت دي فيها حاجه. قطع لسانك انت، ايه بهيمه ما بتفهمش؟ بيتها اشرف من الشرف، دي تربيتنا. ما تتخيلش عن اختك ومرتك يا طلب. هقتلها واشرب من دمها. انت رايحين يا حمار. هو هي على طالب ما سايبها غير مغسل ايديها من وسخيتها. انت اللي وسخ وعايز حش رقبتك. ايه في ايه؟ مش كفايه توسخوها بالعافيه، كمان عايزين توسخوها بالعافيه. لا 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 لا، البيت دي شكلها غلطت مع الواد شحات. حرام عليكم تظلموا شحاته ليه؟ ما يمكن غلط مع حد تاني. انا يا الحرام نخلص من عارها. انا ولا بختي يا سالم، هات الطبان ده وانا اضربها بالدزم. فضحتونا فضحت الوليه. حرام عليكم، البنت بنت بنوت ورحمه ابويا بنت بنوت. هنشوف بنت بنوت ولا ما بنتش. يمين بالله لما طلعت بنت بنوت لكم مفرق فيها المسدس ده. مهزل. انا حاجه معاك وخليت انت حاجه معاك. وما رضيتش اخش عليها بلدي. هتشاش يا كرم. وشاش ليه؟ على فلك ما تدخل غير على شالي. هات يلا يا سالم. استنى يا سالم. اما نشوف يا سالم هخليها ترضى. لا انا جاهزه يا مدري انا عملت كبير. السجن عاشش في قلبي وماشي في شوارعي، نفس اللي باعني وخدعني بالرخيص بيعي، هاشي الحمولي انا ولا هشيل حملي، ما عدت املك شيء فيكي ولا فيا. محمد. اه يا شحاته. قالوا لي ان في زياره عشان. في زياره شحاته حجاج؟ في حد جاي زياره شحاته حجاج؟ يظهر انه مش عشحاته. اهديك يا عمري وحسي وجوارحي، اهديك جارحي، هو اللي باقي في دنيتي لما خلص فرحي، مش باقي مني غير شوية ضي وعنيا، مش قادرة تلمحني في وحدتي محني. مش باقي مني غير شوية حب جرحني. ايه مالك؟ سرحان في ايه؟ ابدا بفكر، يا ترى انا وطالع هلاقي حد مستنيني قدام باب السجن، ولا مش هيعبروني زي ما سابوني كل السنين اللي فاتت دي. اوعى تستنى حاجه من حد يا شحاته، هتتعب. واد يا شحاته تعال عشان اغسل لك دماغك عشان المكنه ما توجعكش. اهديك عمري وحسي وجوارحي، اهديك جرحي، هو اللي باقي دنيتي لما خلص فرحي. كده يابا جواش. مين الرسمة دي؟ ده أسد أبو زيد. من أسد أهو يابا؟ طب البس يا أسد. أدي المفاتيح وأدي الفلوس وأدي بطاقتك وبطاقة أبوك أمي.
مش باقي مني غير شوية لحم في كتافي، بلشت بطر وفي البحر بلشت حلو في قطر الصعيد في العيد، بلاش لي كلب الستين وليم، خد اللي باقي من الامل فيهم. القطر اتحرك، القطر اتحرك فورا، وابني لي من عظمه في كل حاره مقام. يا رمي يا ابن الكلب اسرقني انا عينك والله لا اخلص عليك. ولا هم كانوا صارفينك على التموين؟ هات السؤال ده خد يا والله لو قلت اوعى يخربشك. وزوريني مرة وحيدة لو كل ألف عام، ألم الجراح يتلم. بيسا، بيسا مشيت من زمان. طب كرم فين طيب؟ كرم ذهب مع الريح والبص بقى أمن النزال. يخرب بيتك يا بابا، استاذك يحتى ذاك يا ربنا عوض عليك. طيب ما تعرفش طريقه؟ دور عليه على الانترنت. بقول لك صالح يا عم في بلاد الله الخالق يا اسف. عليا النعمة كابتن، انت مية مية وفتوة اصلا. تعالى يا بورصة فهمني ايه اللي حصل. مفيش منك كلام يابا، صاحبك هج وبطل الشقاوة، روح دور عليه في حتة تانية، روح وبعمل لنفسك سدها يا عم بروسلي. امسك المجنون ده. دكتور مؤنس، دكتور مؤنس، ثلاثة بالله العظيم ده مكان يا خلق. فتشونا يكون معاه حاجة. ده انت راق قوي وبتسمع السيرة الهلالية. مفاتيح ايه دي؟ مفاتيح الدكان. وشايل بطاقة ابوك ليه؟ سيبه، لو عديت من هنا تاني اعتقال مش حبس. روح. القطر الصعيد اللي عدى ده؟ لا على الخط التاني، هتحرك كمان شوية. ايه يا بشر والله ما عارف، والحب ضاح من زمان والصبر زال مني، والارض ضاقت عليا مدينها ما اقول لك ايه يا ابوي؟ من ده كان بيت عارف حجاج وده منصور. يا عم انت في ايه ده؟ ده رجال خطوبه في دماغك. اما ما تبعوه واللي اشتروه هدوه بين ما كان الفندق ده. هو من متى فرن عايش في الصعيد؟ الحريم بطلت تخبز. الله يجزي الحكومه، انا خليت الفلاحين فلاحين ولا البنادر بنادر. الله غالب. اقول لك ايه يا عم رفاعي؟ تعرفش اخواتي اخر مره جيت بلد ميتة؟ اخر مره شفتهم يوم مات ابوك الله يرحمه. تعرف ان اللي ولدت امك الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحم والديك. دنيا سقتني المرار ولا ذقت عنب. وهنا يا ذي العجب يا ما انا فرحان. طلبت اشوف حسنها كشفت لي عنابها، صارخت قلت المدد ولا نفر عني. مبروك يا شيحته، مبروك يا بيسا. ربنا يخليك يا ابو. يلا يا اولاد سيبوا العرسان يقعدوا مع بعضيهم. خد اختي يا شحاته، ها على الله تقدر تحميها ولا تحمي نفسك.
مين؟ شحتة قرار. الحمد لله على السلامة يا شحات. ازيك يا قرار؟ كفر يا وحش. تعال تعال بره ليه؟ تعال ليش؟ جيت ما لقيتش حد، قمت اريح شوي. تعال يا وحش. وحش فين؟ تعال قبضة في الدكان 1,200,000 جنيه حتة واحدة. نفسي اشوفهم، وحشوني يا اخي. وحشوك حش وسطهم الحرامية النصابين دول. اخواتي يا قرار. اسكت يا واد حجاج اسكت، داني معلوم منهم علة. ان حد يقول لي خد القرار 1000 جنيه ولا حاجة؟ شفت الظلم والضلال؟ تعرفش طريقهم؟ راحوا فين؟ ساكنين فين؟ حرقوا المراكب وهجوا. قلت اصلي بعد عنك لحد سأل ولا سلم. انسى اشحات انسى. انسى. يا اختي جميل. يا حميل. ايه ده؟ تضرب ماما؟ الله. هضربه. هضربه. يلا يا حميل روح العب كده شوية علشان ماما تخلص شغل. ما بنشوفش حاجة من الدلع ده يعني، مش فالحة غير انك تتفرج على التلفزيون، قاعدة قدام 24 ساعة. اقصر الشر يا سالم وخلي اليوم ده يعدي. طب انا عندي فكرة أجمد من ده كله. يا بنت انا عامل لك مفاجأة. هاخدك تزوري حبيبك. سيدنا الحسين يا بنت مالك؟ مدد يا أهل البيت. لو الدنيا توهتكم عن بعض يا أولاد، تيجوا هنا هتلاقوا بعض. مش عاوزكم يا أولاد تفوتوا جمعة من غير ما تزوروا سيدنا. خد فلوسك يا بيه، انا مش شحات يا ابني. كلنا بنشحت من بعض، هي ماشيه غير بالشحاته. اتكل على الله يا ابني. ما شاء الله ما شاء الله، لا خضار ولا فاكهه ولا موازين. شقق وفيلات، شوف اللي بهوات بصحيح. حجاج. ايوه يا بوي. حاجه ساقعه لعمك كرار. عيني يا بوي. شوف انا مش عايزه يعرف لنا سكه نهائي. ولو تعرف تسجنه من تاني اعملها. بحالف ومستحلف وعمال يسب ويلعن، السجن بوظ اخلاقه خالص. بشال طبنجة يا سالم. عارف انك اتجوزت بيسه؟ لا. برقبتك لو عرف. التهبل انت التاني، ما هو مصيره هيعرف. مش عايز يكون زي طول الهاجر لما كنا رتبنا نفسينا. طب هو فين دلوقتي؟ هو عمال يلف من مشرقها ومغربها يدور عليكم. يا شقة هنا بكم. من نص مليون لخمسه، انت عارف احنا في عز الغلي والحديد بيجي نار. ما تأمرش بحاجة تانية يا معلم. طلب أمرك بكل خير يا كرار. خد ولو عزت أي حاجة تانية أنا في الخدمة، احنا بس بنعمل الواجب. أصيلة كرار. السلام عليكم. نورت. هو في إيه؟ زي ما أنت شايفة بلدينة بلا أزرق خناقة زي كل يوم. العيال صغيرين جوا على كل اللي بيحصل ده. صغيرين مين يا عم؟ ده انت اللي صغير. شحات عوض. الحمد لله على السلامه يا ابو عادلك. الحمد لله على السلامه. انت اخواتي يا ولد. سبتهم ايه؟ دول هم اللي سابوني بقى الدكان ورموني في الشارع. طب ما تعرفش راحوا فين؟ طيب هجوا من المنطقه كلها ومن ساعتها ما حدش عارف لهم طريق. على بورس عشان قلت يدوس عليك بجزمته. مش دي الواد بورس؟ ايوه هو. تعمل ايه؟ تعمل ايه حتى من الناس صالح دي علامة في بعضيها؟ ارجع شحاتة. يا عالم يا هو واقفين تتفرجوا على ايه؟ ما تخافش يا بورس. يا باشا مرس حد يجيب خلاص حرامية وقت تتفرجوا عليك. ما تخافش يا مرس. جعانة هتعيش. افتحوا افتحوا الباب، الواد هيتصفى مني. انا معايا فلوس، معايا فلوس. يا ناس يا دكاترة افتحوا، الواد هيموت، الواد بيتصفى. افتحوا يا كفرة، افتحوا يا كفرة، افتحوا يا كفرة. هات نفس من السجارة دي. انت فيك نفس يا ابن الجزمة. قولي بقى يابا انت بتعمل معايا كده دي؟ ما تقوليش عشان ما ريحة كرم الحكاية دي، ما تاكلش معايا. لو كان ريحة كرم كان حاجتها ولع فيك الجاز وسخ. انا بقول كده برضو. امال ليه بقى؟ لسيني. مش مهم. فهمت. خلص
عم ضحي. ازيك يا عم ضحي؟ ازيك يا حبيبي؟ عاش من شافك. ايه بطلت تبيع سمين ولا ايه؟ هي البلد دي عاد فيها حاجه سمينه. وده ايه ده؟ زيت ولا جاز؟ يا ريت ما عادش منه، بيروح هناك، ادينا بنعبي ميه تنين ونبيع للناس. ربنا يديك الصحه يا عم ضحي. تعال خد لك شويه ميه. شاكرين. السلام عليكم يا حجه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت مين يا ابني؟ انا شحاته ولد حجاج. شحاته؟ ازيك؟ ازيك يا امي؟ ازيك يا ضنايا؟ ازيك يا اخويا؟ انت بخير؟ الحمد لله. ما اقول لك ايه يا امي؟ كرم فين؟ كرم جوزت الشوم جوزت الندامه، ما هي ناس ليها بخت وناس ليها غباوه. طب هو فين؟ سحب البت انجي يا اخويا ورا، وقف في طابور المستشفى. ادعي له يشفي ابنه ايمن يا ابني. يا ساتر بقول به ده وسخ واطي بس وحشتي شحاتة. يا مسير الحي اتلاشى. ازيك يا شحاتة؟ ازيك يا كرم يا اخي. انا لو ميت كنت افتكرتني وزرتني مرة. انا محرض منك يا صاحبي، وسخت معاك قوي. اخواتك رموك في فلاعة وانا قفلت عليك بغطاها، بيجيليش عين ابص في وشك. انا مش زعلان. بصره فين بيسا يا كرم؟ انت دخلت السدن من هنا والدنيا صغيرت، اديتني قفاها. صاحب البيت عرف اني ساكن من وراه فوق السطوح، قام زعطني وكان هيزعط كرار، بس السكان اترددوا فقام قعدوا. انا ما لقيتش مطرح اتوى فيه غير بيت ام اندي، وعايش في البيت من ورا الست على طرطيف صوابعي، ما انت عارف ان نظرها نحيف. فين بيسا يا كرم؟ بقول لك ايه، ما تنخرش في القديم، القديم لو نار ولعت هتوهود ومحدش هيطفيها. لا على رقبتي ان انا اقول على مطرحكم طول ما احنا ملاح مع بعض واختي مبسوطه ومفيش شيطان بينا، بس برضو العقل بيقول نراعيه شويه، نكسر سمه بقرشين والقرش في عين امه غزال. شوف يا اخ غباوه، انت لو كنت نسيت من هو المعلم طلب حجاج افكرك. انا ممكن اكتفك هنا واقطع لك لسانك من لغلوغه علشان تبطل الرط بتاعك دي. وكنت فاكر يعني جوازة سالم من بيسي هتخليك تمسكنا من رجبيني تبقى غلطان؟ دلوقتي اخليه يطلقها وتبقى جزر وقطمها جحش، فاهم ولا؟ خلاص يا طالب، انا هكفل امارك يا اخوها، وال10000 جنيه طالبهم كانوا مش حاتي، انا هدفعهم. كفايه على صايب بقى ونخش في نزهات ما نخلصش مني. لو جرب هنا هخليه يونس ابو فطرته. انت حمار انت التاني، كانت الدنيا ضاقت بيك، مفيش الا خدت اخوك تتجوزها. ما اخوها اللي فسخ خطبتها الاول. بلا اخوها برامها، انت كنت عايز تنتجم من شحاته فيه. بيسا بتحبني وجابت مني عيل. يا اخي تنيل، لعن ابو الرجال اللي كده. معقوله شحاته والد المعلم حجاج جيبك ده؟ بلطجي ومعاه طبنجه. ما هو معذور يا عم، اخواته ملصوا منه ولهفوا فلوس الدكان، ولازم ياخد حقه منهم. تلاقيهم ما بيناموش الليل من الخوف يا جدع. راجل اللي ولا شحاته ده، انا سمعت ان اشترط لقات للطبنجه بتاعته اتخلص عليها بلد بحالها. خبر ايه الداله؟ هو شحاته بقى قلبانه في خشمكم عمالين تمضغوا فيها. طبنجه ايه وزفت ايه اللي بتقولوا عليه؟ خلاص عملتوه بلطجي. اه يا جدع بقى بلطجي، ده ضرب يجي 30 راجل في الموقف لوحده، وخلى الرجاله تجري من قدامه ايه زي الفراخ. ايوه، وقتل اثنين منهم بالطبنجه بتاعته دي وهرب، والحكومه ما عرفتش تمسكه. حد فيكم شاف طبنجه شحته دي؟ يعني شفتها وكدبت عيني. طب اكتم اكتم، حرام عليكم كلامكم ده هيشعللها نار. يا احلى من المانجا يا موز. بقول لك ايه يا ريس، العربيه دي بالموز اللي عليها تطلع بكام؟ اشمعنى شاري يعني ولا بتتسلى؟ يا عم هتسلى بعربيه موز، شايفني قرد قدامك، خلص تطلع بكام؟ البضاعه ب 500 والعربيه ب 1000. انا هديك في الاثنين 1000 جنيه وفلوسي جاهزه. بايع؟ بايع. حلال عليك. حلال عليك. ازيك يا شحته؟ ازيك يا كرم؟ صباح فولك كبير. مع الخير كبير، وبقيت في تهوه وكبير فادقك ده يا اخي. مش عارف الناس بتجري كل ما تشوفني. السيف ولا الغنى يا واد عمي؟ وعلى ايه الصيد ده؟ انا اقول لك على ايه، اسمع واستفيد. الناس محتاجه فتوه، محتاجه بطل. ضربت لك وجه لمين؟ قالوا قف الحي بحاله. خلصت البورس من عيلين خايبين، قالوا عركه وطار فيها رقاب. ما احنا بقينا في زمن الانصاص، تلاقي نص رادل ربع رادل. الناس محتاجه رادل بحقيقي، رادل زي صلاح الدين الابنودي، خدت بالك؟ الرادل اللي على الفلينه دي محدش يعرفه، بس بيقولوا عليه كان فتوه دامت قوي ومسدل، بس مسدل خطا. ليه؟ لان كان دكروماطي، يعني بتاع دكروماطيه مش من العدو. يا اخي بطل يعني عجد، كل ما تشوف خلقتي. انا عايز اعرف اخواتي فين يا كرم. انت طول عمرك بتفكر غلط، انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلك فين؟ بقول لك ايه، اللي ده يسيبهولي انا بقى افكر لك فيه. شايف عربيه الموز اللي هناك دي؟
دي بتاعتك ومعاييس تمنها، ابتدي بيها حياه جديده وانسى اللي فات. جبت فلوسها منين يا كرم؟ وانت ليك واكل ولا بحلقه؟ ما علينا، انا عايز اخواتي. وما تقلقش، انا ما عنديش نيه للانتقام يا كرم. انجي ازيك؟ ازيك يا بيس؟ الحمد لله كويسه. امال كرم فين؟ عند جوزك تحت. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. انت كنت خارجه؟ لا انا لسه راجعه من بره. ابنك عامل ايه دلوقتي؟ نحمده، وها عمالين يهروا جدته بالكيماوي. انت بطنك منفوخه يا بت. غلطه. غلطه يا بهيمه؟ هتعملي ايه لو لا قدر الله جبتي عيل تاني عنده نفس العيا؟ يا اختي رب الكريم، اسمعني بقى قبل ما كرم يتوب. ايه؟ شحاته خرج من السجن. كنت خايفة لما تخرج واحكي لك، ما تقدرش انا اتعذبت قد ايه. يا ما دقت على الراس طبول. كان ليا واحد زميلي في السجن، خد اتنين اصحابه وراحوا يسرقوا. قاموا الاتنين اتمسكوا وهو هرب. اول واحد اعترف عليه من اول قلم، والتاني ما نطقش. الغريب انه فضل يعامل الاتنين عادي زي بعضيهم. رحت اساله، قال لي كل واحد منينا له طاقة، وما حدش له ذنب ان طاقة احتماله اقل من التاني. واحدة غيرك كانت بعت القضية من زمان. هتلاقينا حم الشعر بعد يا سعيد، ولا حرجت نفسيها ولا غيره، ولا كانت عرضت نفسيها للذل اللي انت عشتيه. شبهك. وفي من اهل ابوه. مين ابوه؟ هو راجل سواق ولا بتاع كارتة؟ ما سألتش كرم ليه. كرم، وانت حاسس ان اول ما اشوفه هضربه 100 قلم على وشه؟ لقيت نفسي باخده في حضني. انا اعرف ابويا بيسا. لا ما تعرفش ابوه، اخويا تعرف عليه وانت في السجن. المهم انت ناوي على ايه؟ مش عارف، دماغي ساحت. حاسس اني تايه بيدور على تايهين. واحنا صغيرين كنا نركب الاتوبيس نلاقيه زحمه موت. هما صحيح ليه بيقولوا زحمه موت مع ان الزحمه دفى؟ ابويا كان يفضل ينشن على واحد حاسس انه نازل قريب، يقعد وياخدني على حجره جنب الشباك ويزنق بقيه اخواتي جنبي، وانا في عز الزحمه اسرح واشم الهوا ولعبه في صوابعي. ما فوقش لو سالم بيزغدني عايز ياخد مطرحي جنب الشباك. انا عمري ما شفت من اخواتي حاجه حلوه، بس برضك عايز اتدفى في حضنهم واشم فيهم ريحه ابوي. بس دول سجنوك يا شهاده، قدرت تسامحهم؟ اه يا بيسا، اخواتي فضلوا يضربوا فيها لحد ما جتتي نحستش، مبقاش في حاجه توجع. الحاجه الوحيده اللي ممكن توجعني اني اعيش لوحدي واموت لوحدي. خايف لما اموت محدش يمشي بجنازتي. الدنيا دي غريبه قوي، هما بيهربوا منك عشان خايفين، وانت عايز تروح لهم عشان خايف. وحشتني.
وحشتيني يا بيس. انت كمان وحشتيني قوي يا شحاتة. ايه مالك؟ عمرك ما شفتني قبل كده؟ هو انا شفت منك حاجه من ساعه ما اتجوزنا؟ كل مره بحس ان انا بقت القتيل. وانا عمري ما هسلم لك من مزاجي، لان عمري ما حسيت انك جوزي. عرفت مش هتخرج من السجن؟ يعني عرفت. شوف بقى يا بيسا، انا عرفت وجبت اخري معاكي، بس قسما بالله اعرف انك شفتيه ولو صدفه هذبحه لك واقطعه لك هنا. ما كفاكش انك سجنته واتجوزت خطيبته وسرقت فلوس وبعت دكانه؟ دكان مين يا مو دكان؟ صدقت اليافطة ولا ايه؟ وحياة الايام السودة اللي عايشتني فيها وحاسسني اني مش راجل، ما اسيبه الا لما اصفي دمه. مالك في ايه؟ هو كان حد داسلك على طرف؟ ما تبطل غل بقى، ده السم اللي جواك من شحاتة مخليك تكره نفسك، اوعى تبلع ريقك يا سالم لا تتسمم. ايوه بكرهه، وكل ما ترفضيني بكرهه اكتر، بتمنى امحيه من على وش الدنيا. قال يعني لو سبت لك نفسي بمزاجي مش هتقرب له. طب جربي كده وشوفي، وعهد الله ما حرب. لا يا سالم، مش هتطني بمزاجي طول ما انا عايشة. طب ورحمة اللي مات لي ومات له يا بيسا، ما سيبه لما صفي دمه، بكرة تشوف انا هعمل فيه ايه. يا كلب اختك. على عيني يابا، على عيني يابا. انا قلت انت الوحيدة اللي تقدري تاخدي بالك مني، ما انت عارفة ظروفي، انا اخر واحدة تقدر تقف جنبه. انت بس رايحة فين؟ هروح اجيبه، مش هيبعد عن حضن اخته تاني ابدا. تبقي ارجل من اخواتك. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، منهم لله. البيت بيتك يا بيسا. اوعي يا نجاح يعرف ان سالم جوزي، لو عرف برج من دماغه هيطير، ومش بعيد يرتكب جناية ويدخل السجن تاني. ما تخافيش يا اختي، ما تخافيش. شحاتة. نجاح، نجاح. يا خلف ما ماتش يا طفل، يا خلف ما ماتش يا سالم. ايه طب يا نجاح؟ طب اقعد نتكلم مع بعض. هنتكلم عندي. طب رايحين فين طيب؟ على بيت اختك يا حبيب اختك. رب رب هناك يا نجاح. تعال 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 معايا يا شحاته. والختمه الشريفه كان ابويا بيزورني. ادخل يا غالي، هحضر لك لقمه. هو انا وحش جو كده يا نجاح؟ انت ليه بتقول كده يا شحاته؟ انت طول عمرك احسن واحد فينا. امال ليه عمرك ما زرتيني في السجن؟ كنت اقول لك ايه ولا اوريك وشي كيف؟ ده ابوك الله يرحمه قبل ما يموت كان موصيني عليك يا شحاته. مش انا جبت شحته؟ بعدين انت ما دخلت السجن. الصلاة على ولا؟ يلا يا اولاد خدوا كراميل. بنت يابهية، تعالي سلمي على خالك يا بنت. لا ده مش خالي، انا خالص مطلب والتاني اسمه سالم. اكتبي يلا على جو. بروح على البيت شويه نجاح. انا هعمل لك لقمه. نجاح عندك جلابيه من جلاب ابوي؟ عندي يا اخوي من عليا الاثنين. ربنا يرحمك يا ابا. اخواتك خطفوا الجلاليب
وانا لحقت دي. امسك يا اخوي. حتى ريحتك يابا راحت من جلدي. بلش غير اخواتي شم ريحته فيهم. الحمد لله. اها انت قلت حاجه. شبعت يا نجاح. بعدتي لسه مش متعوده هتقلب. طب يلا قوم بينا على القهوه نشرب الشاي هناك. عايزك توديني لاخواتي يا علي. يا دي اخواتك اشحاتك. اخواتي يا علي عايز اشوفهم، عايز اكلمهم ويكلموني. من ساعه ما دخلت السجن وانا مستني اشوفهم، لازم افهم. حدنا الخطط يا اخي. يلا يا اولاد على جوه. يلا تعال شيل معايا يا علي. مش عايزه تعرفيني طريق اخواتي ليه يا نجاح. اعتبرهم ماتوا يا شحاتة. لو كنت بحب اخوك عرفيني يا اختي. بموت اقول لك. ماشي يا نجاح. رايح فين يا شحتي؟ رايح ادور علينا يا علي. واخرتها معاك ولا الحجاج؟ يا عزك يا نجاح، يا عزك يا نجاح، يا عزك يا نجاح. حبسوك يا اخوي، حبسوك وكسروا ضهري. رموا لي فلوس عشان اكتب الحج. كتبته. انا البوز يعني الصمت الرهيب، لا بالهمسي ولا باللمس. تعمل كده ليه يا ابن الجزمه؟ ده انا اللي انقذت حياتك. ومين قال لك ان انا جاي اخد روحك؟ انا جاي اعوضك تعويضه صغيره في وشك للشهره. تعورني انا ليه؟ عشان ارجع الست اللي انت خدته مني. جاي تضربني يا ابن الكلب يا واطي وانت ما فيكش قلم. انت تضربني لا ساعتها وانا جافلك. ده انا جاي اعوضك بس. وحياة أمك لأن اللي هعمل لك سيدي هاي. طب والنبي ما تنزلها على اليوتيوب. فكني بقى يا شحنة، عايز اتصل مية. طيب هفكك، بس عايزك تعرف لي طريق اخواتي. هتفضل الأول. لو بتحبيني يا نجاح بلاش تجي هنا تاني، أنا هبقى أعدي عليكي. يبقى وكلي ما عجبكش. ما عجبنيش كيف بس يا نجاح، وأنا أول مرة أكل من يدك. أنا بس مش عايز أتعبك. إحنا ما تعبناك يا شحاتة. يا ريس صبعين موز وحياة والدك. الله يرحمك يابا، لو كان عايش ما كانش يصدق ان الموز بقى يتباع بالواحده. بص يا اخوي، انا دبرت لك قرشين من ورثك من ابوك لحد ما اجيب لك باكيت ورثك على داير مليم. انا مش عايز حاجه يا نجاح، انا عايز اخواتي. لسه برضك ما عرفتش فين اخواتي يا عم. لسه. هو انا لو كنت لقيت ميت وما لطمتش في اتنين عاطين كده؟ بس بيقولوا النعمه ظهر علينا ومين دول. شكله كده قافش من اخواتك السن عشان ما يدلش على مكانهم. هي كانت ناقصه نداله يا كرم. يا جدعان انتوا رايحين بعيد ليه؟ اطروا بيسا وهي جايه الكرم، وهي اللي هتوصلنا ليهم. اما انا تغف صحيح، ازاي ما فكرتش في الحوار ده؟ طب وبيسا مالها ومال اخواتي؟ يا عم هي مش بيسا، مرات اخوك سالم. ايه؟ ايوه مين؟ هذا طيب خبر ايه؟ ايه ده؟ شحته اضرب يا شحته. بس يا ولد ادخل الاول. اضرب. انا ما كنتش راضي معاك من الاول. اضرب يا ولد. اضرب يا شحته. بس يا اخوي. اسمع يا شحته. انا لازم الحقه. استني يا بيسا، استني يا بت. يا بيسا افهمي، حد يشوفك معاها يبقى اخر يوم في عمرك. مش مهم، مهم ما يبقاش اخر يوم في عمر شحاتة. لما سالم يرجع اقول له رحت اجيب حاجات لازماني للفرح. طب ما تعوجيش. مبروك يا حجاج، مبروك يا عم طالب. الله يبارك فيك. ما تقوم بقى تجهز نفسك ولا انت مش عريس؟ حالا اهو يا ابوي حالا. مديني ظهرك ليه؟ ما بتبصليش ليه؟ مش عايز اشوف ولا اسمع. لا انت لازم تسمع. سكاكين بتقطع في جسمي كل ما اخوك يلمسني.
انا ياما رجعت على السرير ولا هو هنا، زي ما كنت ذبيحه بتبحها كل يوم، برضو مش عايز تبصلي. بس انا ساعات بتجيلي طوفه تخلي ريحتك ماليه المكان، ببقى عايزه اجري البس متهيأ واجري عليك وارمي نفسي في حضنك وافضل ابوس فيك لغايه ما الاقيك دايب قدامي، ادخل جواك وتدخل جواي، ريحتك مزينه المطرح لغايه ما يغمى علي وما افتح ولاقيك اخوك مش انت، افضل اصرخ هو ولا هو هنا، يجري يستحمى يغني، مش مهم تسامحني يا شحاتة، بس ابوس رجلك تبعد عن سالم وطلب وتنساه، ابوس رجلك اسمع كلامي. سنين وانا بصبر نفسي بطعمك اللي ما دقتوش، بحبك اللي ما عشتوش، بلعن غيبتك عني كأن أنا الغايب، حطيت في ظهر الظلم كأن أنا الظالم، وعملت نفسي نسيت، وأقول لنفسي كله يهون يا شحاتة، فاضلش غير بيسة يا شحاتة، هتعدي الأيام وتطلع وتاخدها في يدك وتروح لإخواتك وتلم فتافيت أبوك وتعيش، كلكم خاينين، طالما إخواتي خانوني، وأنت خنت نفسك. بس هما لسه اخواتي وانت ما بقيتيش تخصيني. ساكنة فين يا بيسا؟ ساكنة فين يا بيسا؟ مش هقولك يا شحاتة. لازم تقولي لي ساكنة فين يا بيسا؟ مش هقولك يا شحاتة. لازم تقولي لي ساكنة فين؟ قولي له يا بيسا، قولي له بأنه استحلى الظلم، ما هو في ناس كده تحب طول عمرها تتضرب وتشتكي، تتضرب وتشتكي. دول اخواتي يا خلق، اولع فيهم يولعوا فيا، انا حر يا اخي، عايز اشوفهم، عايز اشوف اخواتي يا كرم. ساكنه فين يا بيسا؟ قولي لي ساكنه فين؟ مش هقول لك يا شحاته. مش هسيبك الا ما تقولي لي ساكنه فين يا بيسا. الواد هيقع مني يا شحاته. فرد بيسا من المشوار ده، مالكش صالح يا ست متجوزه، خليك انت في دور الضحيه اللي انت عايش فيه. العبارة يا كرم. مصيبة يا معلم طلب، مصيبة حطت على راسنا كلنا دلوقتي. شحاتة عارف ان سالم اتجوز بيسا. قول ايه؟ شحاتة شاف مراتي؟ يا دادا عيب، وانت شايفني بجنون قدامك ولا ايه؟ دي اختي برضك. اسمع يا معلم طلب، دلوقتي انت الكبير، واجب عليك تلم الحوارات دي كلها. ونلمها كيف يعني؟ شحاتة مش ههدى له بال الا لما يقابلكم. انا شايف انك تروح له لحد عنده وتهدي نفسيته وتظبطه بقرشين عشان يحل عن قفاكم. مالها في 10,000 جنيه؟ ولا تكون ما اديتهملوش يا غباوة؟ يا دادا عدتهم له وصلوا له واسألوا، وايش تكون ال 10,000 جنيه دي بالنسبة لحقه في ورثة ابوه؟ ايه اللي جاي تخرف تقوله ده يا كرم؟ شحاتة مالوش ورثة عندينا. شحاتة مش عايز فلوس منينا. شحاتة عايز ياخد بطارة في أرض بيسا. لو هو بهنا مالوش عندي غير بيه. يابا الباشا وصل. يا مرحب بالباشا. يا مرحب. أنا بتصلي على النبي كده مستوصن فيكم خير، وشحاتة ده طول عمره بيعمل معانا الصح ولازم نرد له واجبه. أمين؟ أمين. شحاتة شحاتة فين يا بورس؟ ابسط يا عم، عرفنا طريق اخوانا. ايه؟ والله معايا العنوان. فين؟ ما زلتيش لحد دلوقتي؟ ماليش مزاج، بنيم الواد، احسبها زي ما تحسبها. ماشي يا بيسا، هعديها لك، بس حسابك معايا بعدين. Thank you.
يا سالم ما عاوش حاجة، ما عاوش سلاح يا سالم، ما عاوش سلاح يا سالم. ومين يهمه لو ان دم عصفور صغير على الارض سال، لو ان ورده لسه بنداها دوسنا عليها والغصن مال. ومين يهمه بلاش تجاوب على السؤال، اكتم في قلبك صرختك بلاش تجاوب عالسؤال، قصد الإجابة تموتك. البرص جالك يا سحابة، وصى اسمك يا بوش من أهله. هو سحابة، سحابة البرص هو اللي هاخد لك حقك يا غالي. اوعى تعمل لهم حاجة يا عم، انتوا ضاربينك بالنار يا اخواتي. يا ابن الكلب حد شفناه يا دكتور؟ خد حط دي تحت لسانك مش هتحس بالوجع. مالا لو حد فيهم عاش مين يهمه لو اتسرق نبض الخطاوي من الشوارع والأمان هجر البيوت والخوف خطف مننا لمعة عينيه الأهراش الشنكبوت. ومين يهمه والآن قلبه روح باسمه، والآن وطن بيسلم حروب اسمه بيخلق آخر هجمة على جسمه. ومين يهمه الآن وطن بيغير العنوان، ومنين نجيب قدرة تملانا تاني بروح تدب فينا حياة من سهوان وجروح. ومنين نجيب قدرة تملانا تاني بروح تدب فينا حياة من سهوان وجروح. لو لسه في قلبي وقلبك أحلام مش راضية تموت، لو لسه الكلمة بلدي ريحة وطعم وجبروت، المحنة سحب حيعدي والصعب أكيد حيفوت. طول عمرك وانت الأبقى والخالد رغم الموت، لو لسه في قلبي وقلبك أحلام مش راضية تموت، لو لسه الكلمة بلدي ريحة وطعم وجبروت، المحنة سحب حيعدي والصعب
صعب اكيد حيفوق، طول عمرك وانت الابقى والخالد رغم الموت. هو مين يهمه لو ان دم عصفور صغير على الارض سال، لو ان ورده لسه بنداها دوسنا عليها والغصن مات. هو مين يهمه لو ان دم عصفور صغير على الارض سال، لو ان ورده لسه بنداها دوسنا عليها والغصن مات. حروب اسمه بيخلق آخر هدمة على جسمه، وهو مين يهمه؟ مين يهمه لو اتسرق نبض الخضاوي من الشوارع والأمان هجر البيوت، والخوف خطف مننا لمعة عينينا والقهرش عنكبوت. بلاش تجاوب عالسؤال اكتم في قلبك صرختك، بلاش تجاوب عالسؤال قصد الإجابة تموتك. هو مين يهمه الآن وطن بيغير العنوان؟